عن الاطاله بتاعت امبارح، انا ما خدتش بالي والله من التايم خالص، انا ما ركزتش فيه خالص يعني. بس احنا طبعا دي كانت مقدمه كبيره، وكانت مقدمه كانت طويله، كانت لازم تتاخد كلها على بعضها، ما كانش ينفع ان احنا نقص منها حاجه او ما نقولهاش يعني. فكان لازم تاخدها كلها كتعريف كده في الاول عن الايه الديتيلز كده عن الدريلنج فلويد، وبعدها ان احنا بقى ناخد بعد كده اي موضوع بالتفصيل زي الريولوجي كده، زي الهيدروليكس، زي الهول كليننج، زي الكليكيمستري، زي اي حاجه. بس معلش بقى ان احنا ايه، ما خدتش بالي، ما ركزتش في الوقت خالص يعني. سامعيني يا جماعه ولا كده في مشكله في الصوت؟ طب اتكلم بس. سامع اه باشمهندس، حضرتك، سامعيني كويس. طب خلاص ماشي. احنا النهارده بقى نتكلم عن موضوع برضو مهم جدا، موضوع يعني برضو المودرن جير ده اساسي جدا، لازم يكون اي مودرن جير لازم يكون ملم بيه كويس جدا، وهو الريولوجي. فالريولوجي ده يا جماعه طبعا ده موضوع بقى من ضمن موضوع الفيزياء، طبعا ده هي الجيولوجيا ولا هي كيمياء، موضوع من ضمن موضوع الفيزياء اللي هو برضه يعتبر يعني عايز بس ايه تخيل شويه، هو يعني هيبقى يعني هيضايق شويه الناس اللي مش هيوسع يعني خياله شويه ويتخيل موضوع الفلويد ماشي ازاي، والدرلينج فلويد، الدرلينج ديفايد موضوع عامل ازاي، والانالاس شكله ايه، لازم يتخيل بس شويه وما يهمكش خالص. طبعا هيبقى فيها هيعدي عليك معادلات كتيره جدا ولا تهتم، لان المعادلات دي مش المفروض اي حد يحفظها خالص. معلش انت في مجال شغل المفروض في سوفت وير، ومفروض في اسبريدكس شيت عليها الحاجات دي كلها، انت المفروض تبقى انت فاهم بس الاكسبريشنز اللي بتقال قدامك معناها ايه. دي اهم نقطه تتفق نكون متفقين عليها من الاول يعني، اهم حاجه الاكسبريشن معناها ايه بس، وبتدل على ايه، على البريمه يعني، معناها ايه ان انا اغير حاجه او ازود قيمه حاجه او انزل قيمه حاجه، هيديني انديكيشن عن ايه بس. انما كاي معادله تمر عليك ما تتضايقش، او رسم هجي لك رسم بيان الوقت كتير برضه ولا تزعلك في حاجه، مفيش مشكله خالص. فدي مبدا عام كده لازم نكون متفقين عليه في الاول يعني. فالريولوجي يا جماعه الاول طبعا لازم عارفين يعني ايه كلمه ريولوجي. الريولوجي دي معناها الانسيابيه، معناها بالعربي الانسيابيه. انسيابيه يعني اللي هو الايه، اللي هو الفلو بتاع الايه، الفلويد اللي عندك، الفلويد ده سواء كان اويل، سواء كان ليكويد او غاز، الريولوجي بتاعته يعني الانسيابيه بتاعته. فده طبعا هيبقى ملوش علاقه طبعا بالسوليد. فلما نيجي ندخل في الاهداف بتاعه اليوم ده، زي اللي احنا اصلا ممكن نعرف ايه منه عن الريولوجي، اهم حاجه انك تعرف الريولوجي دي تعريف ايه الاول، تبقى فاهمه كويس جدا، فاهم معناه ايه الريولوجي الاول. والريولوجي لما تتقال على البرينه معناه ايه؟ معناه واحد يقول لك الريولوجي بتاعت الطفله اخبارها ايه؟ يبقى انت عارف يعني ايه كيمترولوجي. لو قال لك سالك عن الريولوجي بتاعت الطفله عامل ايه؟ يبقى انت عارف هترد بتقول ايه؟ لان في حاجات ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ممكن يخش في كذا دي اكسبريشن قدامه ويدخل واحده ويسيب الثانيه مثلا. لا، لازم انت عارف الاول الاكسبريشن ديت ايه، وبعد كده تعريفها ايه، والمعادلات اللي فيها ايه، والحاجات دي كلها جت منين، واصلها ايه، والاكسبريشن دي معناها ايه. وبعد كده ناخد حاجه اسمها ريولوجيكال مودلز. مودلز دي معلش يا باشمهندس، لسه داخلين في السيشن، معلش احنا ممكن بالاول معلش عشان لسه داخلين في السيشن. معلش حد لسه داخل يعني؟ لسه داخل حالا. لا مفيش مشكله ماشي. بالنسبه للدرس بتاع النهارده يا جماعه، او المحاضره اللي هنتكلم فيها النهارده، هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الريولوجي. الريولوجي دي يا جماعه طبعا في ناس كتيره جدا تاخدها بمعناها كده، يقول لك هو طبعا التعريف اللي هو معروف للناس كلها، هيقول لك ايه اللي هو يعني لما تيجي تتكلم عن الريولوجي يقول لك ايه، هو دراسه اللي هو ايه، هو دراسه الديفورميشن او الفلو بتاع الماتيريال. لا، مش عايزين نعرفها كده خالص، عايزين نعرف الاول ان كلمه الريولوجي دي معناها الانسيابيه. انسيابيه يعني اللي هي الفلويد ده لما يمشي هيبقى شكله عامل ازاي، ولما يمشي هيمشي ليه، او هيمشي ازاي برضه، يعني ازاي هيبدا المشي، ولما يمشي هيبقى شكله عامل ازاي، وياثر ازاي في اللي حواليه، واللي حواليه هياثر فيه ازاي. شويه حاجات كده كلها فيزياء، دي مالهاش علاقه خالص المودرن دايما عامه يعني، او الحاجه العرف اللي بتاخد دايما يقول لك يعني يكون ايه، يكون كيمست. لا، دي بقى الموضوع ده كله فيزياء بحت، فيزياء تماما، كله باكسبريشنز، بمعادلات، بحاجات كتيره جدا. وزي ما قلنا من شويه، لما الناس تخش هيقابلك معادلات كتيره جدا، مش مهم، ما تهتمش بالمعادلات دي خالص، ولا تزعلك حجم المعادلات ولا شكلها، ان كان معادله كبيره او ضخمه ولا يهمك، لان انت مالكش انك تحفظ اي معادله خالص. انت الموضوع هو فيه بالنسبه لك انت، انك انت مطلوب انك تعرف الاكسبريشن دي معناها ايه بس، او الريولوجي دي يعني ايه، واي حاجه تذكر في الموضوع ده تعرفها يعني ايه. طب احنا هندرسها الاول ليه كلها على بعضها؟ طب هل هي برضه مطلوبه؟ لا، هي مش مطلوبه اساسا كارولوجي، لا، انت هتاخدها عشان تحسب بقى حاجات ثانيه. يعني في مواضيع بعد الريولوجي دي، في حاجه اسمها هيدروليكس وهول كليننج. الهيدروليكس والهول كليننج دي كل الحسابات اللي عباره عن مجموعه حسابات ضخمه جدا ومعادلات كبيره جدا. فالمعادلات المعادلات دي كلها جايه من الريولوجي.
احنا بس عشان كده بس لازم ان احنا ناخد الريولوجي عشان كده بس، عشان لما نيجي تخش على الهيدروليكس، الهيدروليكس معناها عباره عن شويه معادلات كتيره جدا، يخش فيها كل شيء في الحفر والطفله وكل شيء بتدخله فيها عشان يقول لك انت وضعك ايه في البير، وضعك ايه، وضع ايه كهول كليننج، انت فين من الهول كليننج، نوع الفلويد اللي شغال عندك نوعه ايه، حسابات كتيره جدا، مدخلات ومخرجات من الهيدروليكس، بس اغلبها كله جاي من الريولوجي. فعشان كده ان احنا نركز فيها كويس ونفهمها كويس، عشان لما نيجي احنا نذاكر بقى لوحدينا طبعا مش هقدر اقول طبعا الهيدروليكس النهارده والهول كليننج النهارده، انت عندك موضوع كل واحد فيهم عايز موضوع لوحده، انما النهارده لو انت طلعت انك فاهم الريولوجي كويس جدا تقدر تكمل لوحدك، تقدر تذاكر الهيدروليكس اللي مش فيها حاجه ان هي كلها معادلات بس وعمليه حسابيه على فكره. هتيجي تخش في اي حسابيه هيقول لك هي جايه من الريولوجي، هتبقى انت فاهم يعني الحسابات دي كلها جايه منين، المخرجات بتاعتها هول كليننج، هيقول لك انت فين من الهول كليننج بقى، انت باد هول كليننج ولا جود هول كليننج ولا اكسلنت هول كليننج، هيبقى انت عارف البير جوه شغال ازاي، بس كله جاي من الايه، من الحسابات دي. فعشان ما نتاخرش نتكلم على طول بقى، هو كلمه ريولوجي بيقسموها لمقطعين، ريو ديت جريك وورد معناها فلو يعني السريان زي ما انا قلت لك الانسيابيه بتاعه الفلويد، واولوجي دي معناها طبعا اللي هو العلم ساينس، فهي بقى علم من الفيزياء بيدرس او بيتعامل مع الفلو اوف مطر يعني السريان، العلم السريان بتاع الماده اللي قدامك دي ايه، هندرس فيها كده. وبين قوسين كده بقول لك ان ممكن تشبهها شويه بالفيسكوزيتي، بس هي مش هتبقى فيسكوزيتي بس الى حد ما الفيسكوزيتي، وهنعرف له تعريف برضه الفيسكوزيتي الى اللزوج يعني هنعرف معناه ايه، او ممكن له تعريف ثاني بيقول لك برضه هو العلم بتعريف هو نفس اللي فوق بس هو يعني بطريقه ثانيه، ده العلم برضه اللي بيدرس الديفورميشن التشوه في شكل الماده والفلو بتاع الماده، يعني ازاي هتتغير في شكلها لو هي واقفه شكلها ازاي، ولو اثرت عليها ببريشر هتتغير تبقى شكلها عامل ازاي، وهنعرف دلوقتي الناس لما تاثر ببريشر على الفلو ده يعني هيتغير ازاي، ودراسه الفلو بتاعها كمان هو نفس الكلام. طبعا تدرسها يا جماعه لانها داخله في حسابات زي ما احنا قلنا دلوقتي، داخله في حسابات كتيره جدا، منها البريشر لوس. البريشر لوس ديت يعني كميه البريشر اللي هيفقد اثناء الاحتكاك بتاع الفلويد وهو ماشي في الايه في المراحل بتاعته من اول البمب لغايه ما يطلع السيرفيس هول. في حاجه اسمها حسابات داخله في الهيدروليكس برضه، في حسابات اسمها بريشر لوس. طبعا الفلويد ده هو ماشي في بينه وبين الماسوره اللي ماشي فيها في احتكاك، فالبريشر ده بيقل او السرعه بتاعت الفلويد بتقل، يمشي شويه بعد السيرفيس لاين يخش في الدريل بايب، بينه وبين الدريل بايب برضه في احتكاك فسرعته بتقل شويه، يطلع من الدقاق برضه في احتكاك كبير جدا، وده اكبر مكان بيفقد فيه البريشر هو مكان الدقاق، بيطلع من مكان ضيق الماسوره على مكان واسع اللي هو البير، فبالتالي البريشر بيحصل فيه دروب كبيره جدا. بعد كده يبدا يمشي بسرعه بطيئه جدا في الانرس، نفس الكلام برضه فسرعته برضه هتقل اكتر. فانا يهمني ان البامب دي تديني الكفاءه ان مجرد انه من عند الضخ ويرجع تاني على السيرفيس، دي اللي انا عايزه منها. فبالتالي لازم تحسب البريشر لوس ازاي هيفقد في السيرفيس لاين جوه الدريل بايب عند الدقاق في الانرس لغايه ما توصل الطفله تاني عند البامب مره تانيه. فدي برضه هيدخل في حسابات الحته دي. في حسابات السيرج والسواب دي زي شغل المحقن بالظبط يا جماعه، المحقن او السرنجه بتاعت الحقنه يعني، بتيجي تبص تلاقي نزول الماسوره نزولها في قلب البير وطلوعها بالظبط زي العمود بتاع المحقن بالظبط بتاع السرنجه. اللزوجه دي لو عاليه جدا او لو عاليه جدا لدرجه ان هي ما تعديش من بين الماسوره وهي نازله، بين الماسوره وبين البير وهي نازله، هتعمل حاجه اسمها سيرج بريشر يعني ضغط، وهي نازله هتعمل بريشر عالي جدا على الفورميشن ممكن تكسره. نفس الكلام لو اللزوجه دي عاليه جدا برضه وانت طالع هتعمل حاجه اسمها سواب، يعني هتفضي قدام الماسوره ومن قدام، وانت طالع لفوق هتعمل حاجه هواء قدامها، فهتقوم شاطه من الفلويد بتاع الفورميشن وطالع داخل جوه البير. فيبقى في عندك في سيرج وسواب بريشر، فدي برضه لازم تحسبهم وتبقى انت عارف برضه البيولوجي هتمكنك من حساب الحاجات دي كلها. اوبتمايز النوزل هيدروليكس، النوزل اللي هو فتحات بتاعت الدقاق، عشان تختار الدقاق برضه وتحدد هل هيبقوا 6 فتحات 8 فتحات كام فتحه، هو اللي هيقول لك برضه حسابات الهيدروليكس هيقول لك فيها. اوبتمايز الهول كليننج افشنسي، هيقول لك انت فين من الهول كليننج، وطبعا الهول كليننج زي ما احنا قلنا لو ما فيش هول كليننج قدام الدقاق، لو ما نضفتش كويس جدا ومسحت قدام الفيس بتاع الدقاق ما فيش حفر، مش هيبقى في حفر، هيبقى في ار او بي. بدل ما بتحفر مثلا 10 متر في الساعه مثلا هتلاقي نفسك بتحفر 10 سم مش 10 متر، فبالتالي هتلاقي نفسك قاعد ايام تحفر. طبعا كل دي يعني خصم يعني فلوس. كالكوليت الاي سي دي، الاي سي دي اختصار اللي هو الايكويفالنت سيركيوليتنج دنستي. الدنستي بتاعت الطفله طبعا دي اللي هو الوزن بتاع الطفله، هيبقى وزنها حاجه وهي واقفه في الاستاتيك،
وهيبقى وزنها حاجه ثانيه خالص في البريشر. يعني دلوقتي لو نفس الوزن بتاع الطبله ده لو انا ضغطته ببريشر هيبقى له وزن ثاني خالص في التوقيت ده. هو برضه هيمكنك من حساب القيمه دي في التوقيت ده ايه. طب ليه احسبها ليه؟ لان عشان احسب البريشر اللي هي هتعمله لما اجي امشي وهي ماشيه مش وهي واقفه، لا وهي وانا بعمل بريشر وسيركيوليشن لازم يكون عندي قيمه الاي سي دي في الوقت ده كام؟ لان هي ممكن لو عدت الفراكشر بريشر بتاع الفورميشن ممكن اكسره. يعني ممكن تكسر الفورميشن، هو برضه اللي هيقول لك انك تحسبها ازاي، وهنعرف برضه اللي كان ده كله انترنال المعادلات. برضه ريديوس الهول ايروجن، هول ايروجن معناه اللي هو التاكل في جدار البير وانت طالع. فانت لو بزود السرعه جدا لدرجه ان الهول كليننج، طبعا انت عايز تعمل هول كليننج كويس، فالهول كليننج رقم واحد زي ما قلنا امبارح عشان يتحقق سرعه الطبله لازم تعمل انولار فلوستي، يعني السرعه في الجزء الحلقي الجزء الفاصل اللي ما بين البير وبين الماسوره من بره، الجزء ده لازم تكون في السرعه اكبر من اكبر ممكن على قد ما تقدر كليره، تقدر ترفع الكاتنج اللي فيها وترفعها على السيرفيس. فبالتالي بس ده بيحدده لك مين الايروجن ده بيوقفك. ممكن لو الـ لو الـ لو البامب بتاعتك حتى عندك كفاءه انها تديك بريشر عالي، لا ممكن يقول لك لا ده انت كده هتعمل ايروجن في الهول، يعني هتعمل وش اوت. يعني وش اوت يعني ايه؟ يعني هتوسع الدايمتر بتاع البير اكتر ما هو. لو انا بحفر 12 انش هول ممكن يبقى 13 او 13 وحاجه، وده مش مطلوب. فبالتالي لانك انت بعد ما توسع دي هتوقع السرعه اكتر تاني، لان لو الدايمتر وسع زي ما قلنا المعادله بتاعت ستوك سلو امبارح داخله في داخله فيها الدايمتر اللي هو ماشي فيه. لو الدايمتر ده وسع يبقى السرعه هتقع. فبالتالي الكاتنج بتاعتك هتنزل برضه فوق الدقاق، ويبقى ما عادش عندك برضه ايه هول كليننج كويس. فبالتالي برضه لازم تبقى دارس الهول ايروجن عامله ازاي. طبعا بقول لك فهم بقى كويس جدا وتطبيق كويس جدا للفهم كويس يعني للريولوجيكال برنسبل بيبقى اداه كويسه جدا او اداه قيمه قوي في ايدك كمودرن انجينير انك تحقق برفورمانس في الدريلنج. لازم تكون يعني فاهمها كويس جدا، دي هتديك اداه قيمه جدا انك تشتغل كويس جدا يعني. فبالنسبه للريولوجي يا جماعه بتشرح بقى طبعا ثلاث حاجات. احنا قلنا ممكن يعني قلنا دلوقتي مؤقتا ممكن نقول ان هي فيسكوزيتي اللي لزوجه يعني، انها مش اللزوجه بس، اللزوجه ويلد بوينت وجيل سترينث. والثلاثه فاكتور دول لازم انت عارفهم ان هم على بعضهم كده ريولوجي. يعني الواحد يقول لك مثلا الريولوجي عامل ايه؟ دي معناها ان الريولوجي معناها الفيسكوزيتي واليلد والجيل مش الفيسكوز بس. واحد بيقوم رادد مثلا يقول لك لا الفيسكوزيتي 50. طب والباقي فين؟ ما قالوش. لا هو يبقى هو مش فاهم معنى كلمه السؤال اللي اتقال له عليه لما قال له كلمه ريولوجي ما فهمش. لا الحاجات دي كلها هنشوف دلوقتي انها كلها بتاثر في الديفورميشن والفلو بتاع المطر، يعني معناها ان هي ريولوجي اللي هي الديفورميشن والفلو بتاع المطر. لغايه دلوقتي كده تمام يا شباب؟ عايزين نبقى مركزين من دلوقتي لان دلوقتي هتبدا تمام يا هندسه. لازم تكون مركز من دلوقتي لان من دلوقتي دي بدايه الريولوجي عشان تشرح بقى كل واحده فيهم لغايه منين هي دي المهمه. فانا عايزك تبقى مركز انك تبقى فاهم الكونسبت بس. انا عايزك تبقى فاهم يعني الريولوجي انا فهمت ان هي انسيابيه وفهمت ان هي تتعامل مع التشوه بتاع الماده ازاي غير من شكلها والفلو بتاعها وهي ماشيه هتعمل ايه بس. دي كلمه ريولوجي. الفسكوزيتي بقى واليلد والجيل دول برضو لازم تعرفهم دلوقتي برضو يعني برضو بمعانيهم بس بيدلوا على ايه. فالفسكوزيتي يا جماعه طبعا اسحاق نيوتن طبعا ده هو اول من شرح قصه الفسكوزيتي وعرفها. فلكن الفسكوزيتي عباره عن ريزيستنس تو ذا فلو، يعني المقاومه بتاعت الماده انها تتحرك هي دي الفسكوزيتي. الجزيئات بتاعتها بتاعت الماده دي بتتماسك مع بعضها تترابط فبتعمل قوه في الايه في الحركه. فبالتالي العسل غير الميه مثلا غير الطحينه غير اي حاجه غير الزيت، كل ماده كل حاجه في الطبيعه عندك او في الفيزياء عامه يعني كل ماده عندك لها فسكوزيتي خاصه بيها. فبالتالي احنا دلوقتي عندنا الفسكوزيتي عباره عن الاحتكاكات ما بين الجزيئات ببعضها. العلاقه ما بين الريولوجي والفسكوزيتي علاقه عكسيه طبعا. ليه؟ لان احنا قلنا كلمه الريولوجي معناها انسيابيه، يعني الماده دي تبقى ايه؟ تبقى ما اول ما جه كباء لو كوبايه عندي مثلا كوبايه ميه وكوبايه عسل وجيت اكبهم الاثنين طبعا نزول الميه الانسيابيه بتاعت الميه مش زي العسل. فبالتالي الفسكوزيتي بتاعت العسل ثقيله والانسيابيه بتاعته اقل. العكس مع الميه الفسكوزيتي بتاعته قليله جدا مجرد ما كبيته على طول وقع لان الانسيابيه بتاعته او الريولوجي بتاعته واقعه جدا او قليله جدا. ولكن بين بقى الريزيستنس اللي ما بين البولوكيوز دي وبين الفسكوزيتي دي علاقه طرديه. كل ما الريزيستنس تزيد كل ما الفسكوزيتي هتزيد. العلاقه اللي بين الجزيئات ببعضها يعني. والفسكوزيتي بقى طبعا از ريكوايرد ان اديشن تو فلو ريت تو كلين الايه الهول. طبعا عشان زي ما احنا قلنا امبارح، احنا قلنا المعلومه دي كويس جدا امبارح انا فاكر،
قلنا ان احنا بنحقق الريولوجي، بنحقق الهول كلينك بالاكثر رقم واحد بالانولار فيلوسيتي، الفيلوسيتي السرعه بتاعت الطفله. ولما قلنا برضه لما واحد سالني قال لي السرعه دي طبعا يعني بنجيبها منين؟ يعني هنغير السرعه منين؟ من البامب. يعني انك تشغل البامب، تزود البامب او تقلل البامب، دي اللي هتدي لك دي القلب بتاع البريمه او بدايه السيركوليشن بتاعه الدم في الجسم، يعني هي البامب دي. مجرد ما تزود السرعه ديت هي الهول كليننج هيبدا رقم واحد من الانولار. طب الانولار بلوست لو انت عندك حاجه تحكمك انك ما تزودش الانولار بلوست زي الايروجن اللي قلت عليه دلوقتي اللي ممكن ياكل جدار البير وممكن يوسع البير ويعمل روش اوت ده. طب اسفعيل عنده بايه؟ بالريولوجي. تقوم داخل على الريولوجي تقوم مزود الفيسكوستي. الفيسكوستي مجرد ما هتتقل، يعني طب ما هتتقل شويه هتبدا تشيل اكتر القاتل الجديد وترفعها لفوق. طب دلوقتي الفلويد ده، انا هو بيفترض ان الفلويد اسحاق نيوتن يعني اللي افترض، مش انا الافتراض، بيقول لك ان الفلويد ده عباره عن طبقات كده فوق بعضها. فالوقت اللي هو انا جبت قوه دي يعني بريشر، طبعا اثرت على الطبقه على سطح الفلويد ده من فوق ببريشر، زودت ان القوه دي يعني بريشر. لو اثرت عليه بريشر هل هيبقى الوضع بالنسبه لي كده؟ الطبقه اللي انا اثرت عليها تمشي لوحدها كده وبقيه الطبقات زي ما هم يفضلوا زي ما هم كده؟ قال لك لا، انت لو اثرت ببريشر على 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 الـ على الـ على الفلويد هيبقى عندك شكل ثاني خالص غير كده، الشكل اللي هو تحت ده، الطبقه اللي على الشمال دي، الطبقه اللي على الشمال دي اثرت عليها بفورس اهيت وبريشر، قامت ماشيه هي وشده اللي تحتها شويه واللي تحتها برضه بسرعه اقل واللي تحتها بسرعه اقل وهكذا وهكذا لغايه ما تنزل للطبقه اللي ملامسه لارضيه الوعاء اللي انت فيه او اللي انت اثرت عليه بريشر تبقى ثابته. اخر طبقه تبقى ثابته، هتبقى الملامسه لجدار الكونتينر اللي انت فيه او انت زقيت فيه. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه قوتين، قوه اسمها كوهيجن فورس اللي ما بين الجزيئات وهم بعضها، وقوه اسمها ادهيزيف فورس، القوه اللي ما بين الجزيئات وبين جدار البير، يعني الطبقه اللي تحت خالص اللي هي الرصاص دي المتماسكه في اللازقه فيها ديت، دي بينهم بعض ادهيزيف فورس، يعني قوه تلامس، قوه تلامس بينهم بعضهم. اما الكوهيجن فورس قوه التماسك، قوه التماسك ما بين الجزيئات. كل ما يكون بقى قوه التماسك دي كبيره كل ما هتلاقي التماسك ده اكبر، هتلاقيهم ماسكين في بعض اكتر. التماسك ده اقل هتلاقي ده اوسع، هتلاقيهم يمشوا بسرعه. فبالتالي ان احنا عندنا الطبقه الملامسه دي ركز فيها كويس جدا لان دي هنحتاجها قوي، ان الطبقه الملامسه للسطح الساكن بتبقى ثابته فيه. وبالتالي ده اللي بيحصل بالظبط جوه الماسوره، الماسوره بتاعت الحفر. الماسوره بتاعت الحفر تلاقي الفلويد الملامس للجدار الماسوره داير من يدور، الماسوره طبعا حاجه مدوره، حاجه زي الانبوب كده. فالفلويد اللي داير من يدور حوالين الانبوب ده ثابت، اللي بيتحرك اللي في المنتصف كل ما تبعد عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ الديامتر بتاعها وعن المحتوى بتاعها من بره، الكونتينر بتاعها من بره، كل ما تخش ناحيه المركز كل ما السرعه تزيد. فطبعا عمل بقى المعادله عشان يجيب معادله الفيسكوستي عشان يحسب الفيسكوستي بتساوي ايه او جاب منين. قال لك ان احنا هنحسب، جاب لوحين كده، ادي لوح متحرك واللوح اللي تحت ده لوح ثابت وبينهم فلويد. فقال لك انا هحرك اللوح المتحرك ده هاثر عليه بقوه اهيت، القوه دي سماها تي اللي هو تاو ديت، سماها ستريس، هاثر عليها بقوه واشوف الوضع هيبقى ايه. لان السطح المتحرك ده الطبقات الملامسه فيه مشت بنفس سرعتهم، والطبقه اللي بعدها يليها سرعه اقل فاقل 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 لغايه ما وصلت للسطح اللي هو الثابت، السرعه اللي فيه تقريبا بتساوي صفر، اللي هو الملامسه للجدار ده تقريبا بتساوي صفر. فمن هنا طبعا قام طالع بمعلومه بقى مهمه جدا لبدايه التعريفات، اللي بقول لك لازم تبقى انت عارفها كويس جدا. اول حاجه قال يا جماعه ان القوه اللي انا اثرت بيها او البريشر اللي اثرت بيه ده شير ستريس، والشير ستريس ده في الفيزياء. اما في الطفله عندنا بقى هيبقى هو البامب بريشر، لان انت لما تيجي تاثر على الفلويد باي قوه او باي ضغط فهو البريشر، هو البريشر بتاعك اللي جاي من البامب على فكره. فمن هنا لازم تبدا تحول بقى التعريفات دي ليك للطفله، هتستعملها ازاي في الطفله. فدلوقتي الشير ستريس بتاعي انا اثرت على الفلويد بتاعي بقوه، قال لك القوه دي اللي هتاثر على الفلويد عشان توفركم الريزيستنس ما بين الايه الريزيستنس بتاعت الفلويد انه يمشي، يعني عشان القوه اللي ما بين الجزيئات تتكسر اثرت عليه بقوه عشان اتغلب على الحته دي واحركه. فدي بدايه الحركه الشير ستريس، وهي عباره عن القوه على مساحه الايه المنطقه اللي انا طبعا زي ما احنا اتفقنا المعادلات مالكش دعوه بيها يا جماعه، محدش ايه يركز في المعادله بتساوي ايه. انا بس انا عايز اعرف ان انا في بريشر اثرت بيه على الفلويد عشان يتحرك، اسمه البريشر ده شير ستريس. طب لما اتحرك مشي بسرعه اسمها ايه؟ شير ريت. السرعه الفيلوسيتي بتاعته اللي اتحركت، اللي كل طبقتين اتحركوا بالنسبه لبعض وعلى مقسومه على مسافه بينهم الاثنين بنسميها جاما او شير ستريس او شير ريت.
يبقى الشير ستريس هو عباره عن القوه او الضغط البريشر اللي انا اثرت بيه على الفلويد عشان يتحرك عشان يتغلب على التجاذب ما بين الجزيئات بتاعته. الشير ريت هو عباره عن السرعه اللي اتحرك بها الطبقات بالنسبه لبعضها. فجي نيوتن في التوقيت ده بقى طلع ظهر بقى تاني قال لك لا انا كده بقى درست الفيسكوزيتي كويس جدا واثرت على الـ على الـ على الفلويد ده بقوه مختلفه، قاعد ياثر بقوه مره يزودها يزود 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 ويشوف الفلو ريت قصاده كام، يزود البريشر شويه ويشوف الفلو ريت بقى كام، يزود البريشر شويه ويشوف الفلو ريت بقى كام. قاس كام قرايه على بعضها فاكتشف ان في ان الشير ستريس از دايركتلي بروبورشنال تو الشير ريت. ان الشير ستريس بيتناسب طردي مع الشير ريت، يعني كل ما بتزود لو ضعفت الاستريس ضعف الضعف تلاقي الشير ريت يتضاعف. لو ضربت الشير ستريس بثلاثه تلاقي الشير ريت يتضرب بثلاثه. فطلع منه بالمعادله قال لك ان كده الشير ستريس اللي هو التاو ديت طبعا دي بقى اللي تحفظه اللي هو الرموز دي لازم تحفظها. الرموز دي لازم انت عارف هي بتدل على ايه. قال ان الشير ستريس بيتناسب طردي مع الشير ريت. يبقى انا اشيل بقى التناسب ده علامه التناسب دي حاجه في الرياضه بقى طبعا زي ما قلت الماضي نجير قبل كده يا شباب لازم يكون عنده شويه كده رياضه يكون يعني فاكر شويه كده من الرياضه اللي كان خدها ايام زمان يعني مع شويه كمبيوتر مع شويه فيزياء مع شويه كيمياء ده احنا لو احنا فاكرين ان كلام امبارح يعني. فدي من ضمن الرياضه انك تشيل ثابت التناسب اللي هو التناسب ده وتقول يساوي ثابت. يبقى اذا في تاو بتساوي ثابت في جاما. فقال لك ان الثابت ده عباره عن الفسكوزيتي. الفسكوزيتي بتساوي الشير ستريس يعني قيمه البريشر اللي انا اثرت بيه على الفلويد عشان اتحرك على سرعته. خد العلاقه ديت طبعا خد القيم بقى اللي جي اسها ديت اللي بتاعت القيم المختلفه للشير ستريس والمقابله لها للشير ريت اللي كانت بتقابلها ورسمها ليه بص لقى طلع فعلا ادي الشير ستريس اللي هو العمودي اللي هو الواي اكسس والاكس ده كان الشير ريت وقع القرايات مع بعضها لقوا من الاثنين طلعوا من الصفر وده ركز فيها كويس جدا حته طلعوا من الصفر دي لان دي هنقول دلوقتي في فلويد ثاني ما بيطلعش من الصفر فالفلويد ده طلع اللي هو طبق عليه العلاقه بتاعته اللي هو شير ستريس ما يقابله شير ريت ده طلعوا انه الاثنين من الصفر وقعد يوقع القرايات في نقطه 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 وصل بينهم طلع خط مستقيم الميل بتاعه بيبقى دايما الزاويه اللي هنا ديت بيساوي المقابل على المجاور ده شغل الرياضه برضه اللي الميل بتاع الزاويه دي بيساوي المقابل اللي هو شير ستريس اللي هو ده المقابل يعني العمود اللي هو موازي ده على الشير ريت على المجاور اللي هو موازي برضه للشير ريت يبقى الشير ريت يبقى الميو بتساوي تي تاو على ايه على جاما اللي هو ده الميل بتاعه وطبعا لقى ان الفلويد ده اللي هو اثر عليه او اشتغل عليه ده كله زي الميه وزي الجليسرين وزي الاويل الحاجات الموجوده في الطبيعه زي ما هي ما فيش حاجه دايبه فيها يعني ووتر الميه والجليسرين والاويل الحاجات اللي موجوده في الطبيعه زي ما هي دي النيوتونيان فلويد سماها نيوتونيان فلويد ولكن دلوقتي لما جينا نشوف فلويد بقى ثانيه دايب فيها حاجات زي الطبله بقى بتاعتنا داب فيها حاجات ومدوب فيها سوليد وكيميكالز ومش عارف مين جه طبق عليها العلاقه دي لا ما اتطبقتش عشان من هنا كده قام بدانا نقسم الفلويد بقى لنيوتونيان فلويد فلويد تبقى مناسبه لقانون نيوتن اللي هي بتاعت الشير ستريس بتتناسب طردي مع الشير ريت وطالعه من الصفر يعني ايه طالعه من الصفر؟ يعني مجرد ما تاثر لو واحد حتى بريشر مجرد ما تاثر تبدا الحركه على طول اول بريشر ما ياثر تبدا الحركه معاه على طول دي دي, دي 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 معنى كلمه نيوتونيان ان فلويد ما فيش فيه اي مقاومه لعدم الحركه طب امال النون نيوتونيان هيعمل ايه؟ هيعمل بقى حاجه ثانيه غير كده خالص يبقى الفلويد يا جماعه في كاريولوجيكال سيستم بقى مقسمها على هذا الاساس قال لك انا هسميها نظام او سيستم لدراسه الفلو بتاع المواد طبعا اللي هي الريولوجي الانسيابيه بتاعته انا هقسمها بعد كده بقى كده خلاص لنيوتونيان ونون نيوتونيان النيوتونيان اللي احنا قلنا عليه ان هو كده خلاص ان الشير ستريس بتناسب طرد مع الشريط طب امال النون نيوتونيان لا النون نيوتونيان مش هيتبع القانون ده خالص ومش هيمشي معاه خالص ولكن هنقسمه لثلاث انواع هيبقى كل واحده لها بيهيفير مختلف عن الثاني وده هنذكرهم برضو في وسط الكلام اللي هو البلاستيك او بينجهام وبسودو بلاستيك يعني البلاستيك الكاذب بسودو يعني كاذب هيبقى كاذب ودايليتانت ده فهنشوف دلوقتي النون نيوتونيان فلويد النون نيوتونيان بقى يا سيدي قال لك ان الشير ستريس مش هتتناسب طردي مع الشريط ده اول حاجه امال ايه اللي هيحصل؟ امال يعني ما فيش تناسب طردي امال هيبقى فيه ايه؟ ليه بقى بقول لك الفلويد ده بيحتوي طبعا سوليد بارتكل الثاني ما كانش بيحتوي حاجه الثاني كان فلويد قلنا اللي هو موجود طبيعي في الطبيعه زي الميه او الجليسرين او الاويل زي ما ربنا خلقه اما ده لا
ده بقى زي الطاقه بتاعتنا دلوقتي، اما اويل وحطيت عليه ميه وكيميكال، او ميه بس وحطيت عليها كيميكال زي الوتر بيزماد. فكده ده بيحتوي سوليد، السوليد دي بتبدا تتجاذب مع بعضها وتعمل استراكشر او نتورك وتعمل ريزيستنس تو فلو. يعني الاولاني واحنا قلنا ما كانش فيه اي ريزيستنس، مجرد ما تاثر بقوه يتحرك. ده بقى لا، ده هيحتاج قوه الاول تكسر الريزيستنس ديت او تكسر الاستراكشر اللي اتعمل ده والمقاومه للحركه، وبعد كده يتحرك. وهو ده اللي بينطبق مع الدريلنج فلويد او البنت اللي هو الدهانات والكريم والبنكنج البرنتنج انكل وحبر الطباعه، وطبعا الدريلنج فلويد بتاعنا. فجه بص لقى عمل رسمه كده مقارنه بين الاثنين، قال لك ان نيوتون هنا جاب الفيسكوزيتي والشر بتاعها. طبعا لما جه جاب الفيسكوزيتي الميه مثلا، الميه لو قعدت تقلب فيها سنه الفيسكوزيتي هتتغير؟ الفيسكوزيتي بتاعتها مش هتتغير، يعني الثقل او الخفيه بتاعتها مش هتتغير، هتفضل زي ما هي. فضل يقلب فيها يقلب يمشي يمشي، فضل ثابته زي ما هي. الثاني بقى في البدايه خالص هو ساكن، قبل ما يتحرك لقى الفيسكوزيتي تشوف فين؟ عاليه جدا، قيمه عاليه جدا. طب بدا يقلبه، بدا يقلبه يعني ايه؟ بدا يعرضه القوه او البريشر عليه، فبدا يكسر الاستراكشر او النت ورك اللي السوليدز اللي دايبه فيه كانت عاملاه، كسره فبدا يسيب، بدات الفسكوستي تقل. زي بالظبط يا جماعه زي الجيل اللي انت بتعمله في البيت، في البدايه بيكون طبعا سايب خالص، لو وقفته وبردته وكده بيبدا يتجمد. طب لو رجعت تاني تطلعه تاني في الهواء تاني وتسخنه تاني او تحركه او تهزه يبدا يسيب، نفس الكلام. فده برضه الفسكوستي قليل، مع التقليب او مع اي حركه بتعرضه لها بتبدا تتكسر، ويبدا الفسكوستي تقل 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 وهكذا، بتقل مع الايه؟ مع الشريط او التقليب. يعني كلمه شير يا جماعه معناها تقليب، برضه من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها. شير ستريس يبقى البريشر بتاع التقليب، شير ريت سرعه التقليب وسرعه المشي والحركه، لازم انت عارف دي. فبالنسبه فعشان كده بقى طبعا بلاقوا يدرسوا بقى طبعا الايه الريولوجيكال مودلز، مودلز يعني انظمه للريولوجي بالنسبه للايه للنون نيوتونيان. زي ما احنا قلنا هو بيتقسم لثلاثه، ولو ان الفلويدز دي ما بتمشيش بنفس الطريقه. فقام طبعا طالع بقى طبعا مودلز تدرس العلاقه ما بين الشير ستريس والشير ريت، زي ما عمل نيوتونيان بالظبط. النيوتن هم خدوا فكره نيوتن وكملوا عليها، قال لك هندرس بقى الكلام بتاعه ده كله، طالما ان كلام الطبق على الميه والاويل والحاجات ده ما تطبقش على الدريلنج فلويد، طب احنا هنشوفه هيطبق ازاي، هيطبق ازاي على الدريلنج فلويد، او هيدي لك ايه. طبعا قال لك ان ما فيش فيه سنجل، طبعا الريولوجيكال موديل دي حاجه لازم تبقى انت عارفها، ما فيش فيه نظام واحد هينطبق عليه كل خواص الطبقه. لا، انت ممكن تاخد نظامين على فكره منهم، يعني في انظمه في شركات واحد يفضل نوع معين، وهنشوف دلوقتي الانواع بتاعته. الاول الانواع بتاعته ده اول نيوتن موديل، طبعا ده احنا خدناه. بنجهام بلاستيك، ده بنجهام، ده راجل ده اسمه بنجهام ده خد الشير ستريس والشير ريت واشتغل عليهم وشاف العلاقه هتمشي ازاي. فكان عنده قصور طبعا، جه وراه باور لو ده، قال لك لا انت عندك قصور وعندك مشاكل هعملها. حل مشكله بنجهام، المشكله اللي عملها بنجهام هنشوفها دلوقتي، هو حلها ولكن وقع في مشكله هو ثانيه. قام جاي وراه هيرشل باكلي ده اسمه ذلك ان اسمه موديفايد باور لو، يعني باور لو معدل. هيجي وراه اثنين ثانيين مش هناخدهم، مش هيدرسوا خالص، ما لهمش علاقه بالطفله، كاسون وروبرتسون ستيف، دول ما لناش علاقه بيهم. اما الثلاثه دول اهم ثلاثه منتشرين في الطفله، ولازم تبقى انت عارفهم قبل ما تخش على الهيدروليكس والهول كليننج. لازم تبقى فاهم يعني ايه بنجهام ده قال ايه، او فكرته باختصار قال ايه، وباور لو ده اختصاره ايه، وتعرف ان هيرشل باكلي ده اختصار الاثنين مع بعض، يعني هو ده اللي جه غطى على الاثنين مع بعض. يعني عشان بدل ما اقول لك على طول موديفايد باور لو قال ايه او هيرش الباكر ده قال ايه لوحده، لازم تكون واخد الاثنين الاولين الاول. طبعا احنا قلنا نيوتونيان، نيوتن قال ايه، فمش هنقول بقى نيوتونيان موديل غوره ايه. بالنسبه لبنجهام قال لك دي علاقه، بيوصف ايه بقى يا سيدي؟ بيصف الفلو الكاركترستكس بتاع الدريلنج فلويد. طبعا احنا غضنا عشان نوصف الفلو، جاب فلويد ساكن ما بتحركش، ساكت خالص، واثر عليه بقوه عشان يشوف هيتحرك ازاي. لا ايه بقى ايه؟ لان الفلويد ده ما بيتحركش الا بعد ما يعدي قوه معينه او درجه بريشر معينه يبدا يتحرك. يعني جاب الفلويد قعد ياثر عليه ببريشر، يزود البريشر ما يمشيش، يزود البريشر ما يمشيش، وده هنشوفها هنا كده. جاب النفض ده الفلويد ياثر عليه ببريشر يزود هنا ما يمشيش، بيزود اكتر تاني بدا يتحرك. اول ما بدا يتحرك سمى ديت حاجه سماها يلد ستريس، اللي هو الناتج بتاع البريشر. يعني لذلك كان قال لك ان لما البريشر لما يكون اقل من اليلد ستريس، اقل من القيمه دي، اقل من ال 60 دي، مش هيتحرك. الماتيريال داز نوت فلو، ات بيهافز لايك سوليد، هتبقى عامله زي السوليد واقفه ثابته.
انما هو في الاول لو خدت بالك من الرسمه دي، لو خدت بالك من الاسهم دي كده، اثر على 20 بي اس اي لو كنت الضغط يعني ما مشاش، 40 بي اس اي ما مشيش، قام رافع ل 60 بي اس اي بدا يتحرك. فهو ده اللي قاله بالظبط بنجهام. بنجهام عمل الحركه دي ازاي؟ بدراسه حاجه اسمها روتيشنال ديسكومتر، اللي هي جهاز كده، ده موجود على فكره مع المودرن جير على البريمه. ده عباره عن كوبايه، هتشوفوا شكله دلوقتي، هو شكله اكتر عشان تبقوا انتوا تتخيلوه، هو ده شكله على فكره، بس ده رسمته من جوه العدد ديت يعني. هو ده جهاز اسمه فيجيميتر او الديسكومتر او السكس ريدنج ديسكومتر، لانه بيتاخد منه ست قرايات. هقول لكم دلوقتي اخبارهم ايه الست قرايات دول. بس ده عباره عن الكوبايه اللي فيها الكب اللي يبقى فيه الطبله، والعمود اللي نازل جوه ده التقليب، اللي هو البوب والروتور ده، دول التقليب اللي هيقلب بيهم الطبله. يقلب جدا بسرعه معينه، بيحددها من فوق من هنا كده، هنا اختيار السرعه. الجهاز ده 6 ريدنج يعني ست قرايات او ست سرعات. بياخد السرعه زي ما احنا شفنا دلوقتي، في سرعه 600 ار بي ام يعني روتيتنج بير مينت، لفه في 600 لفه في الدقيقه، 600 300 200 100 و6 و3، دول ست قرايات. عملهم بنجهام هنا، قاعد ياخد قرايات مختلفه ل 600 300، القرايات مختلفه للديسكومتر ده، وقام راسم من هنا كده. طبعا الزر الاحمر ده اللي بيغير من السرعه على فكره، الزر الاحمر اللي فوق ده بيختار منه 600 ولا 300 ولا ايه. وفي زرار هنا تحت، هنا رماد بيطلعوا لقدام ويرجعوا ورا، اون اوف اون اوف بس. ونحط الكوبايه ديت فيها الطبله في هنا في المكان ده كده، ويلفف ويلف لوحده. مجرد ما عمل الاون هو يظبط السرعه من فوق الاول، بعد كده يعمل اون. دي اللي هو الايه اللي هو ده الشريت، اللف ده او السرعه دي هي الشريت. الشير ستريس بيقراه من مؤشر فوق هنا كده، بيدي له الشير ستريس قيمته كام. فضل طبعا يزود في السرعات ويشير ستريس ويقرا الشير ريت، شير ستريس ويقرا الشير ريت وهكذا. بعد كده قام راسم الرسمه ديت، قال لك ان اللي جه يشوف لقى الفلويد اول طبعا هنا، لا بيتعرض الاول لشير ستريس قيمه معينه من غير ما يتحرك، من غير ما يكون في شير ريت، شير ريت صفر. احنا قلنا نيوتن ان ايه؟ كان هنا صفر صفر، قلت لكم ركزوا على الصفر كويس ليه؟ لان كان مجرد ما بدا شير ستريس قام بادئ شير ريت على طول، يمشي على طول. ده لا، ده فضل يزود شير ستريس اللي هو بريشر يعني، يزود البريشر، يزود عند قيمه معينه بدا يتحرك. القيمه ده يا جماعه سموها بنجهام ييلد بوينت، وده كده اول ظهور للايه؟ للتعريف الثاني اللي احنا قلنا عليه في الريولوجي. احنا خدنا قبل كده الريولوجي، قلنا الريولوجي هتبقى عباره عن فيسكوستي، وخدنا تعريفها والمعادله بتاعتها جت منين؟ ان هي الشير ستريس على الشير ريت اللي قالها نيوتن. دلوقتي البنجهام ييلد بوينت طبعا طلعت من بنجهام ييلد بوينت، ده التعريف الثاني. وطبعا بعد القيمه دي بيمشي مع كانه هو نيوتوني بالظبط، لان في علاقه طرديه بين الشير ستريس والشير ريت. الحته الاول هنا بعد الشير ستريس ديت اللي خدها هنا ديت، بعدها في علاقه طرديه. الميل بتاعها هنا هو برضه الفيسكوزيتي، بس عشان يخليها مختلفه عن الفيسكوزيتي بتاعت نيوتن سماها بي في او بلاستيك فيسكوزيتي. والميل بتاعها برضه بيساوي برضه المقابل عن المجرد اللي هو ده، هيبقى الشير ستريس القيمه ديت على القيمه دي اللي هو الشير ريت. نفس الكلام هو المقابل عن المجرد. تمام يا جماعه؟ الاذان عامل مش سامعين مني ولا حاجه، ولا استنى شويه ولا ايه؟ لا كمل يا باشمهندس، سامعين كويس. طب في متابعه؟ طب لغايه دلوقتي كده تمام ولا في مشكله؟ لا تمام كمل. تمام خلاص ماشي يا باشا. فبالنسبه للبنجهام طبعا خد بقى من بعد ما قاس طبعا السرعات المختلفه من الفيجي ميتر. طبعا الجهاز ده بقول لك موجود على البريمه على فكره، موجود مع المودرن جير واشتغل عليه، بيطلع فعلا قرات 600 و300 و200 و100 والستة والثلاثة، طلع الست قرات دول، انه يظهر السرعة من هنا ويشوف قيمة. طبعا هيلف طبعا السرعة دي كده، تلف ده الشير ريت، ويقرا من هنا الشير ستريس يشوفها كام. ومن القيم دي هقول لك دلوقتي بيعمل ايه بيهم بعد ما يقيس الست قرات دول، بيعمل بيهم ايه؟ حسابات، حساب سهل جدا يعني، قراءة سهلة جدا لحساب الفيسكوزيتي واليلد بوينت الحاجات دي كلها. دي المفروض تحفظها، مش يعني مش أي مشكلة يعني. فصاحبنا بنجهام قال لك ان التاو اللي هي الشير ستريس بتساوي تاو زيرو زائد النيو في جاما. واحنا لو رجعنا تاني لقانون بتاع نيوتن، القانون بتاع نيوتن كان عباره عن الشير ستريس بتساوي دول، صح كده؟ كانت بتساوي الفيسكوزيتي في جاما. لما قلنا ان الشير ستريس كان بيتناسب طبي مع جاما، وشلنا ثابت التناسب، حطينا قلنا يساوي ثابت، الثابت ده كان الفيسكوزيتي اللي هو النيو. فاذا هو نفس قانون نيوتن، بس حط فوقه القيمه ديت اللي بتاعت تاو زيرو ديت، وتاو زيرو ديت هي اليلد اللي هو ما كانش اللي كانت ناقصه عند نيوتن، حطها كده. فنفس القانون يا شباب اللي احنا خدناه قبل كده هو نفس القانون ده. طيب دلوقتي انا خدت نيوتن، خدت بنجهام، وخدنا القرايات بتاعتنا واللي احنا قلنا عليها. طب دلوقتي البي في والواي بي
قال لك الواي في والواي بي دول بيتقاسوا من الفيجن ميتر اللي احنا قلنا عليه او يسميه اللي هو ايه اللي هو رام الاراك 600 وال 300 ار بي ام دي الريدنج، يعني بيشغل الجهاز عند 600 ويشوف الشير ستريس سوا كام، ويشوف الجهاز ويشغل ال 300 ويشوف الجهاز ايرو كام. وبعد كده حط معادلتين من حسابات على فكره برضو مش لازم نذكرها كلها، استنتج منها المعادله دي، قال ان البي في اللي هي الفيسكوزيتي بتاعته هتساوي ريت ال 600 اللي هو المؤشر اللي فوق اللي احنا شفناه، لما لفت عند 600 المؤشر ايرو شير ستريس كام ناقص ريت ال 300، ده كده البي في. الواي بي هيقول لك ريت ال 300 اللي طلعت اللي انت خدتها واطرح منها البي في اللي انت جبتها من شويه، او قانون ثاني تاخد ريت ال 300 اضربها في 2 واطرح منها ريت ال 600. ده كده الراجل ده عشان تحدد، عشان تقيس بسرعه بالنسبه لك انت، عشان تقيس بسرعه قيمه البي في والواي بي كام على الدريمه بسرعه، هي المعادله سريعا كده بعد ما تقيس كده يعني. طب احنا دي مساله كده صغيره كنت بقول لو احنا قسنا، احنا عملنا الجهاز وقسناه عندي ريت 600 وكان 50 طلع 50، ورينا وشغلنا عند 300 وطلع 40، طب كام البي في والواي بي؟ حد يقولها كده بسرعه يا جماعه ولا ايه؟ البي في ب 10 والواي بي ب 3 صح كده، تمام كده يا باشا. البنجهام بقى، البنجهام ده اختصاره بقى عايز اختصره، قال لك بقى طب هنقارنه بالايديال او التيبيكال نون نيوتونيان، نون نيوتونيان اللي هو الدريلنج فلويد يعني اللي هو المثالي. طيب يعني احنا قلنا دلوقتي عايزين نقول ليه بنجهام ما ينفعش، او يعني ما ينفعش قوي، ينفع في حتت وحتت لا. جم رسموا جابوا ايديال دريلنج فلويد ورسموا له نفس برضه الايرات الشير ستريس مع الشير ريت كده، ورسموا له واحد ولقوا الكيرف بتاعه اللي هو السوليد ده اللي هو خط مستقيم، خط اللي هو مش المنقط، الخط الثابت ده، قال لك ده تيبيكال. بالنسبه للثاني بنجهام لو المنقط ده شوف لو في الاول وفي الاخر بيحيد عن الايديال، ولكن في النص ماشي معاه، الحته المستقيمه اللي في النص كده ماشي معاه، وفي الاول لا يعني طلع من الايديال نازل شويه عنه. لو برضو على فكره يلد بوينت، وكمان الايديال او تيبيكال دريلنج فلويد لو هو كمان او اسمه ترو يلد بوينت، لو يلد بوينت وكمان ولكن قيمتها اقل من القيمه اللي حددها بنجهام، بس ده نقطه القصور عند بنجهام. لما جينا شفنا بعد كده التعريف الثالث، طب الجيل احنا ما جيناش ناحيته، الجيل ده قالك بقى سيد اللي هو الاستراكشر اللي هو هيتكون ما بين الجزيئات اللي الفلو السوليد سلانيا ده وبتاع الطفله، مجرد ما بتوقف الطفله تبقى ستاتيك زي ما احنا قلناها امبارح على فكره بالنسبه للفاكشن، لما قلنا الفاكشن بتاعت الدرينج فلويد قلنا لما جينا بنوقف البمب من وما فيش سيركيليشن اثناء الكونكشن، لو انا في ماسوره مثلا اتحفرت واحط ماسوره جديده او اي حاجه ان كانت او عندي اي مشكله، البامب فيلير يعني البامب باظت وعايز توقف، لازم نوقف، هنوقف سيركيليشن، لازم يكون عندي جل في الطفله، لازم يكون عندي حاطط كيميكال ان انا بعد لما اجي اقف الكيميكال دي في بوزيتيف ونيجاتيف تشارجز فيها تتحد مع بعضها تتجاذب مع بعضها وتعمل شبكه تعمل لي جل زي الجيلي بالظبط، زي الجيلي. تعمل جل تشيل الكاتنج اللي طبعا في كاتنج وانت بتعمل سيركوليشن في كاتنج طالعه في الطفله طالعه، لو انت وقفت مره واحده ومفيش عندك جل او فسكوس تشيلها الكاتنج دي كلها هتقوم نازله فوق الدقاق، تبقى تعمل لك حاجه اسمها هول فيل وممكن يبقى في سباك، ممكن ما تعرفش تطلع من مكانك تاني، فلازم يكون في حاجه على الاقل تشيل الكاتنج دي تفضل معلقها في الطفله. فهو ده قصه او دي وظيفه الايه الجيل سترينس. فالجيل سترينس عباره عن وظيفه مرتبطه بالايه؟ هتاثر بالايه؟ بالتايم. كل ما التايم يزيد كل ما تلاقي الجيل ده زاد على فكره، كل ما التماسك ده هيزيد او القوه بتاعته ده هتزيد، والتمبريتشر برضو كل ما درجه الحراره هتزيد الجيل ده هيقل، فمع البارد بتزيد هي كمان، والكونسنتريشن والاستنس بتاع الاتراكتيف بارتكل اللي هو الصوره الموجوده، كل ما يكون عندك بوزيتيف ونيجاتيف كتير كل ما هيكون في تجاذب اكتر بينهم. طبعا دي قلنا ان هي وظيفتها ان هي بتمنع السوليدز اللي هو طبعا السوليد بارتكل دي اللي هو الكاتنج يعني، كل ما تمنع الكاتنج ان هي تو سيتل ان هي تترسب تحت او اتليست ريديوس ذير ريت اوف فولينج، او على الاقل حتى ان بدل ما هتوقفها ثابته مكانها هتقلل حتى سرعه نزولها اللي هو السليب فلوستي اللي احنا قلنا عليه امبارح، هتقلل سرعه السليب فلوستي، سرعه النزول دي هتقللها شويه بس. تمام يا شباب؟ في حاجه في خاصيه بقى احنا قلناها امبارح بسرعه كده جينا برضو قلت لكم ساعتها سيبوها لبكره هنقولها، ممكن نقولها مع الريولوجي، حاجه اسمها الشير ثيننج. الشير ثيننج اللي يا جماعه اللي هو مع التقليب زي ما احنا قلنا الرسمه اللي كانت عدت من شويه لما قلنا ان الفيسكوزيتي في البدايه بتبقى عاليه جدا بتاعت الدريلنج فلويد، لما جينا قارناها بالنيوتونيان قلنا النيوتونيان ثابته
لما تيجي كل ما بتقلب طول ما انت بتقلب مثلا بتقلب كوبايه ميه الفيسكوزيتي مش هتغير، ولكن هنا لا الفيسكوزيتي هنا مرتبطه بالريت اللي ايه او بالريت مش الريت او السرعه اللي ماشيه بالطفله. هتلاقي في كل مكان له قيمه مختلفه عن المكان الثاني مش ثابته، فبالتالي انت عندك سرعه الطفله اكبر ما يمكن جوه الدريل بايب وعند الدقاق، فبتلاقي السرعه بتلاقي الفيسكوزيتي في الوقت ده اقل. الشير يعني التقليب، مع التقليب تبقى فين يعني قليله وناعمه، يعني فين دي معناها ناعمه او انها الفيسكوزيتي قليله جدا، فكل ما بتقلب كل ما الفيسكوزيتي تقل. توقف التقليب الفيسكوزيتي تزيد، اللي هو الجل يزيد زي ما احنا قلنا، كل ما توقف السيركوليشن الفيسكوزيتي تزيد. فالشير سيلينج دي خاصيه لازم تكون موجوده في الطفله، ان مع السرعات الكبيره جدا جوه الدريل بايب وعند الدقاق الفيسكوزيتي هتبقى اقل ما يمكن. لما تطلع في الانرس، الانرس طبعا الشير ريت قليل جدا، الشير ريت السرعه بتاعت التقليب يعني قلت جدا وسرعه الطفله قلت جدا، فبالتالي انا محتاج في الوقت ده جل او فيسكوزيتي اعلى عشان تشيل القطن اللي معايا. ففعلا الطفله بتعمل كده يا شباب، والخاصيه دي بنسميها سيكسوتروبيك بروبرتيز، هي ان انت عند الهاي شير ريت الفيسكوزيتي قليله، عند اللو شير ريت الفيسكوزيتي تزيد. والفيسكوزيتي بتزيد عند اللو شير ريت ليه؟ عشان اللينك بين ما بين البارتكلز دي بيزيد، كل ما بتقلل التقليب كل ما هيقربوا من بعض الصوليد دي هتبقى المسافه بتاعتهم هتقرب من بعض اكتر، فيحصل تجاذب وتماسك. لو زودت الشير بتاعك هيتلاقي الفلو بتاعك ده البسكوت بتاعته خفت تماما، ودي بنسميها سيكسوتروبيك بروبرتيز. طبعا في مثال كده على بنجهام، هنفترض ان احنا عندنا اثنين دريلنج فلويد، اثنين الاولاني اسمه ايه؟ فلويد ايه وفلويد بي، وطبعا ده له جانب. طبعا قعدنا نزود اللي هو البريشر بتاع البمب عشان يمشي، ما مشيش، فضلنا نزود ضغطنا جاني هنا دي معناه ايه؟ ده الشير ستريس او يلد بوينت. اليلد بوينت ديت عندها الفلويد ده بدا ايه؟ بدا يتحرك فلويد بي. الفلويد ايه جه عند النقطه دي بدا يتحرك. فلو جينا شفنا الميل اللي هنا، الميل ده والميل ده، طبعا الميل احنا قلنا الزاويه هنا بتساوي الشير ستريس على الشير ريت، وده هيساوي الشير ستريس على الشير ريت. مين فيهم هيبقى الفيسكوزيتي بتاعته اعلى؟ الفيسكوزيتي بتاعته اعلى هو اللي هيبقى شير ستريس اعلى طويل كده اهو، لان احنا قلنا الشير الفيسكوزيتي بتساوي الشير ستريس اللي هو المقابل اللي هو ده على المجاور اللي هو ده، المجاور اللي هو المقابل اللي هو على الشير ريت. فبالتالي ديت الفيسكوزيتي بتاعت ايه هتبقى اعلى من دي. طب دي معناه ايه؟ معنى ان الاثنين لو الاثنين في حاله الاستاتيك، لو انا موقف ان الاثنين في حاله الاستاتيك وحبيت احركهم، ايه المشكله بتاعتي؟ المشكله ان انت هتحتاج بامب بريشر اعلى في حاله الاي، وفي حاله البي هتحتاج بامب بريشر اقل عشان تكسر الايه قلنا النتورك او الاستراكشر اللي موجود ما بين الجزيئات ومن بعضها. فدي بالتالي معناه ايه؟ معناه ان انا لما اجي احسب من الريولوجي قصه الهيدروليك، في قصه بتاعت الهيدروليك اللي قلت عليها، لازم في عندك حساب ثاني مهم جدا، بتحسب البامب افشنسي كفاءه البامب. يعني شوف انت كمان برضو كمان هشير دخل معاك ايه؟ حاجه بتاعت البريمه نفسها. بتشوف كفاءه البامب يا جماعه دي اصلا الريولوجي بتاعتي والطفله بتاعتي هتقدر تتعامل معاها ديت ولا لا؟ لو البامب دي قديمه على فكره والافشنسي بتاعتها اقل، تشوف ساعتها بتدخل بقى البارامتر بتاعت الريولوجي مع الحسابات بتاعت البامب ديت وتشوف هل فعلا هتقدر تبريشر البامب الفلويد ده ولا لا؟ فدي معناها كده، معناها ان الفيسكوزيتي الاعلى هتبقى تحتاج بامب بريشر اعلى، والفيسكوزيتي الاقل زقها هتمشي. تمام يا شباب؟ فطبعا دي مهمه جدا عند اختيار قلنا ايه الدريلنج ريج كومبوننت اللي هو البامب، يعني عشان تيجي تختارها وتقول دي فعلا كوك ولا لا انها تشتغل معاك، بتخش معاك الحسابات دي في الحتت دي كمان. يعني شوف يعني اللي هو ايه او ايه او الديزايننج الهيدروليك بروجرام، البرنامج بتاع الهيدروليك بتاعك في قصه الحسابات لما تخش فيها بيدي لك البامب بتاعتك فعلا هتقدر تشتغل معاك ولا لا. نيجي نخش على الثاني. طبعا الباور لو قال لك انا طبعا انت عندك قصور كبنجهام اللي هو كنا قلنا القصور بتاعه انه في البدايه والنهايه مش ماشي مع الايديال دريلنج فلويد، مش ماشي معاه. فطبعا صاحبنا ده قام جاي لا طب انا خلاص ماشي، طب انا هدرس انا بقى العلاقه ما بين الشير ستريس والاس اس والاس ار ديت اختصار بقى خلاص احنا خدناهم خلاص شير ستريس والشير ريت، هدرس العلاقه بين الاثنين دول وبينهم بعضهم، وقام واخدهم وقام راسمهم الاثنين مع بعض، ولقى ان العلاقه بينهم بتشوف بتمر فين ايه؟ في الاوريجن اللي هي نقطه الاصل. نقطه الاصل يعني ايه؟ يعني زي نيوتن، يعني ما عنده الصفر والصفر على فكره،
يعني يعني هو بيقول بقى دلوقتي ان انا ما فيش حاجه اسمها الديمويند، ما فيش حاجه اسمها يلد، وده هتبقى هي دي نقطه القصور بتاعه، ان هو قال ما فيش يلد، يعني ما فيش اي استراكشر بيتم وما فيش اي ريزيستنس تو فلو في الاول، لا انا مجرد ما هدي الفلو ده بريشر هيقوم ماشي او هيقوم بيتحرك. فطبعا دي نقطه القصور اللي هو وقع فيها، وهي هنقولها دلوقتي ليه. والشير ستريس ده بيزيد طبعا في مع الشير ريت ماثيماتيكالي بالعلاقه دي. قال لك ان الفيسكوسيتي بتساوي كي في جاما اس ان كده. على فكره يا جماعه هي الميو برضه هي الفيسكوسيتي على فكره، بس هو حطها هو ايه، قال لك انا هغيرها هسميها كي بس هي الفيسكوسيتي. يبقى اذا الشير ستريس بيساوي كي في جاما اس ان. الان ده الوحيد اللي هو زوده هو ان ده، وهنقول دلوقتي علاقته ايه الان ده بالمعادله. بس دلوقتي القانون ده امتى يكون مساوي لقانون نيوتن؟ احنا قلنا دلوقتي هو ماشي مع نيوتن، هو بيبدا من الصفر، مجرد باثر على شير ستريس يساوي شير يساوي على طول شير ريت على طول قيمه على طول، يعني يتحرك الفلو على طول. طب دلوقتي يا شباب بالنسبه لي الفلو بتاعي عشان يبقى نيوتن، في حاله ان يكون المعادله دي معادله نيوتن وماشي مع نيوتن تمام، الان دي تساوي واحد تمام. لو حطينا الان دي بواحد بقت اللي بقى شير ستريس بيساوي الفيسكوزيتي في الجاما، هو نفس القانون بتاع نيوتن يا شباب. طب امال ايه الان دي؟ الان دي قال لك هي عباره عن بنسميها الباور لو اندكس، يعني معامل بتاع باور، المعامل بتاعي بس مش اكتر، ودايما بيكون نعم. ممكن الباور لو من الاول كده؟ ماشي. الباور لو يا شباب هو نفس ما عمل بنجهام بالظبط، برضه خد علاقه الشير ستريس مع الشير ريت، خد برضه على فكره عن طريق الديسكومتر برضه، يعني خد برضه اللي هو الفيجيميتر، الجهاز اللي احنا قلنا عليه الوقت اللي هو اللي خده بنجهام وقاس عليه، هو برضه خد قراءات مختلفه من الشير ستريس وشاف المقابل بتاعها للشير ريت، وقام راسم العلاقه بتاعته رسمها. طبعا دي لو رسمها على لوج اللي هو ايه، ورقه لغه رسميه، انما احنا هناخد دي الورقه العاديه خالص. دي رسمها لقى طلعت من الصفر، ده باور له، طلع من الصفر، بدا من الصفر على طول زي ما عمل نيوتن اهو. نيوتن برضه كان زيه بدا من الصفر. احنا قلنا لا، النيوتن ده غلط اصلا، لان دريلنج فلويد فيها سوليد وفيها تجاذب بينهم بعضها، فبالتالي في عندنا حاجه اسمها شير ستريس اللي عملها بنجهام اللي فوق ده، بنجهام اهو. فقال لك لا، انا ما فيش عندي على فكره ما فيش شيلد بوينت، فانا مجرد ببدا البريشر على طول بتبدا الحركه زي ما عمل نيوتن بالظبط، بس انا ايه اعلى منه بس شويه، يعني الشير ستريس بتاعي عشان يتحرك عشان يبدا يحرك البريشر بيحرك الفلويد بيبقى بس ايه اعلى منه شويه، وبعد كده بيمشي زيه بالظبط زي نيوتن بالظبط، مفيش مشكله عنده. فقام راسم العلاقه بتاعته رياضيا، قال لك ان شير ستريس بيساوي الفيسكوزيتي في جاما. طبعا هو نفس قانون نيوتن، هو القانون ده بس من غير الان، هو حط لها بقى ان فوق، وان دي دايما قيمتها اقل من واحد، وهنشوف دلوقتي ليه او بيعمل ايه بها ان ديت. فالشير ستريس بتساوي الفيسكوزيتي في جاما. فقال لك طب كده ما هو ده قانون نيوتن يا جماعه بس من غير الان. الان بقى ديت قال لك ان دايما بتساوي اقل من واحد. فجينا نشوف دلوقتي لما جه عمل مقارنه ما بين الجراف بتاعه والرسمه بتاعت باور والرسمه بتاعت بنجهام، لان بنجهام اعلى من التيبيكال مض في النص، وباور لو اقل. يبقى اذا الاثنين على فكره ما بيمشوش مع بعض، برضه الاثنين ما نفعوش على فكره، لا بنجهام ولا باور، عرفوا الاثنين برضه يوصلهم للتيبيكال دريلنج فلويد ده، لان هو بقى في النص بينهم الاثنين. بالنسبه للباور لو يا جماعه قلنا الباور لو بيصف طبعا الفلويد اللي فيه شير ستريس والشير العلاقه اللي بينهم، يعني ستريت لاين خط مستقيم، لما كنت رسمت على لوج اللي هو الرسمه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي على ورقه لوغاريتميه، لا في عنده شير ستريس، او ده مش شير ستريس ده بسكوت عشان ورقه لوغاريتميه مش رسمه عادي. اما الرسم الطبيعي اللي هو رسمه زي ما بنجهام رسم، لا طلع من ايه، من النقطه اللي هو نقطه الصفر العاديه دي. فطبعا لقى العلاقه بينهم علاقه خطيه زي ما قال نيوتن بالظبط في الجراف ده، وقال لك النورمال بروسيجر عشان نحسب بقى قيم القيم بتاعتنا بالرسم بتاعه، عمل لك قيمه الان والكي ديت، عمل لها قيمتين او مكانين، مكان جوه الدريل بايب وسماها ان بي كي بي، وقال لك فيها قال لك برضه عشان قال لك على فكره القيم دي بتختلف برضه في الانولر او في الانولر دايمنشن برضه، فسماها ايه كي ايه وكي ايه ان ايه وكي ايه، دول بتوع الانوس. فقال لك عند ناخد الفيسكومتر عند 600 و300 اللي هو الشير ريت العالي جدا زي ما قلنا عليه جوه الدرل بايب، جوه الشير عالي جدا عند 600 و300 هيقيس قيمه الان والكي، وهقول دلوقتي معادلاتهم عامله ازاي وبرده مش مطلوب حفظهم.
وقال لك هنطبق نفس المعادلات دي عند ريت الثلاثة بس وريت المية في الأنرس وهنسميها إن إيه وكي إيه. فقال لك علاقة الإن بقى سيدي هات قيمة الـ دي قيمة الإن اللي هو الباور لو إندكس ده، الإن ده هو اللي بيحدد شكل الجراف، كل ما إن دي قيمته كانت بواحد ده هو ده بقى ده نيوتن كده خلاص ده نيوتن مستقيم. كل ما قيمة الإن دي تقل كل ما الإيه كل ما يبقى فيه كيرف كده يتم كيرف كده ويبقى رايح ناحية الإيه ناحية التيبيكال دريلينج فلويد اللي إحنا قلنا عليه من شوية، لأن كده دلوقتي بالظبط يعني دلوقتي هنا ده الدريلينج فلويد العادي بتاعنا. لو فضلت تمشي بالكيرف ده الناحية دي انت كده رايح ناحيه الايه التيبيكال دريلنج فلويد رايح ناحيته فعلا. فهو قال لك قيمه الان دي هي اللي بتحدد لك الحته دي او توصلك للقيمه دي، كل ما هتقلل قيمتها كل ما هتوصل للايه للحاله المثاليه. فشطارتك في الطبله تقلل قيمه الان على قد ما تقدر، وطبعا انت هتعرف دلوقتي قيمه الان هتبقى عامله ازاي، انت هتقيسها طبعا وهتحسبها من الايه من القيمه اللي عندك يعني. يعني شوف قيمه الان عندك دي قسم الدريلنج فلويد عامه بعد كده على اساس قيمه الان دي. قال لك كل ما كانت طبعا التيبيكال دريلنج فلويد الان بتاعته اقل من واحد، وهو برضه باور لو في عنده ثلاث ايه ثلاثه فلويد طلعوا معاه، في واحد اقل من واحد وفي واحد بيساوي واحد اللي هو ده نيوتن، وفي اللي كان اكبر من واحد الان دي. فقال لك الان دي لو كانت اقل من واحد ده بنسميه اللي هو الان بسودو اللي هو الكاذب اللي احنا قلنا عليه من الاول خالص شباب لو انت فاكر، لما جينا نقسم الدريلنج فلويد او السيستمز قلنا في نيوتونيان وفي نون نيوتونيان، والنون نيوتونيان قلنا في بنجهام وفي اللي هو البسودو بلاستيك اللي هو الكاذب ده او نسميه شير سيننج، ودي الحقيقه وده الدريلنج فلويد الطبيعي اللي هو شير سيننج اللي هو قلنا ايه اللي هو مع الشير او مع التقليب بيبقى ثن يعني الفسكوستي بتقل، ولو قللنا التقليب الفسكوستي بيزيد، ده بيبقى كده لو حاله الان بتبقى اقل من واحد. والدايليتانت ده النوع الثالث اللي هو قال عليه اللي لو كانت الان بتبقى اكبر من واحد، ان لو ساوت اكبر من واحد وده ما بينطبقش على الدريلنج فلويد عايزك. فانت شطارتك ان الان لازم تكون اقل من واحد. البسود طبعا هعرف مين هي كانت اقل ولا اكبر، هعرفها مين من المعادلات بتاعتها. انت عندك الاي بي اي اللي هو الامريكان بترول انستيتوت اقترح المعادلات ديت كلها انك تقيسها لو انت جوه الدريل بايب، تقيس الان بالطريقه ديت بالمعادلات ديت. طبعا دي برضه مش محفوظه يا شباب، دي برضه ليها فيها برامج او اكسل شيت موجوده فيه جاهزه على طول، بيقيس الات 600 ويعوض في المعادله دي بتطلع له ان ايه الان بي اللي هو جوه الدريل بايب والكي بي، وشوفها لو الان ده اكبر من واحد يبقى لا ما ينفعش لازم تكون اقل من واحد، وكل ما تكون اقل كل ما يكون احسن. وطبعا برضه الاي بي اي قالت برضه في الانرس هتحسب برضه الان ايه والان كي بالطريقه دي بالحسابتين دول. طب مال هيرش الباكلي بقى جه ايه؟ طبعا احنا هيرش الباكلي ده جه عشان حاجه واحده بس، عشان نباور له لما جه صلح المشكله بتاعت بنجهام زي ما احنا قلنا لغى ايه اليلد بوينت، قال ما فيش حاجه اسمها يلد بوينت، وطبعا دي كانت مشكله ما فيش حاجه اسمها ما فيش يلد بوينت، لازم يكون في مقاومه للسائل في البدايه عشان يتحرك، وهي دي البامب بريشر اللي انا ايه اللي انا بعرضها ليها السائل زي ما احنا قلنا. فالباور لو يا جماعه طبعا قلنا ان هو ديسكرايب الدريلنج فلويد اه، بس ما قالش ان في ايه يلد بوينت، يعني هو لغى او طنش خالص قصه اللي ان الفلويد ده فيه يلد بوينت، وده اللي خلى الموديفايد باور لو او البنجهام او التعديل على باور لو ده جه عشان يقول لا ان في عندنا في يلد ستريس في تون شيت فلو لازم يكون في يلد ستريس. لما جم رسموه برضه ده صاحبك برضه ده خد عمل نفس الحركه برضه خد قرايات بين الشير ستريس برضه والشير ريت برضه والفيسكومتر. فلما جه قاسها ده بقى المهم بقى ده طلع لقى نفسه بين طلع واقع ما بين بنجهام وما بين باور لو. طب مين اللي كان واقع اصلا بين بنجهام وباور لو في الرسمه بتاعتها اللي عدت؟ اهو يا شباب احنا اللي كان واقع ما بين بنجهام بين بنجهام فوق وباور لو تحت، اللي كان واقع بينهم هو التيبيكال دريلنج فلويد، هو 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 رسمه هو بالظبط بتاع الدريلنج فلويد. فبالتالي صاحبنا ده لما جه رسم العلاقات بتاعته لقى فعلا وقعت القيم بتاعته وقعت فعلا بين بنجهام وبين باور لو في النص. فاذا هو كده دلوقتي لقى نفسه هو اقرب ما يكون للحاله الايديال والحاله الطبيعيه بتاعه الدريلنج فلويد لما وقع ان بتوين البنجهام والبلاستيك، ذلك انه مور كلوزلي ريسمبلز الفلو بروفايل اوف تيبيكال دريلنج فلويد. هو بيمثل طبعا اللي هو مور كلوزلي الاوريجينال بتاع الدريلنج فلويد اللي هو السلوك الانسيابي بتاع الدريلنج فلويد، هو اكتر واحد فسره، لذلك ان معادلاته هي اللي بتخش اكتر في الايه في الحسابات اكتر. طبعا موديفايد باور لو طبعا بيقول لك ثري مودلز بقى لما حبي يشوفوا ارسمهم كلهم على لوج الجراف دول لهم طبعا لهم واقع في النص، جه يرسمهم على رسمه عاديه
اللي هو الاس ام ان العادي برضه لقاها برضه واقع في النص. ففي الحل كل الحالات لقاها برضه هو اقرب من كل الدرلينج فلويد. في كل حاله موديفايد باور دوت ان بتوين برضه الايه الاثنين بينجهام بلاستيك موديل والزهاير فوقه وتحته الباور لو لا نفسه برضه واقع في النص سواء في اللوج لوج الورقه اللوجاريتميه بتاعه باور لو او في الورقه العاديه بتاعه بينجهام برضه لا برضه واقع في النص. فبالتالي هو اقرب ما يكون للايه للحته ذلك الموديفايد واقع في النص بينجهام فوق وباور لو تحت هو في النص. فالمكان نفس المكان ده كان واقع فيه تيبيكال دريلنج فلويد. فبالتالي بقى هو اقرب ما يكون للايه للحقيقه موديفايد سواء في الرسمه اللي هي العاديه لما قلنا رسمه عاديه لما طلع منها الباور لو كان طالع 0 0 من نقطه الاصل او على الورقه اللوجاريتميه لما قلنا كان في اي سنة حاجه بس سميناها بسكوز مش بون. طبعا العلاقه بتاعته رياضيا برضو مش مالناش علاقه بيها بس احنا قلنا بس احنا عايز تشوفها بس عشان ايه عشان نعرف ايه عشان نعرف ان هو قال الشير ستريس بيساوي كي في جاما اس ان وهي دي علاقه مين علاقه باور لو قانون باور ومواخد دي الايه زائد تاو زيرو دي هيلد بوينت دي بتاع بينجهام. فكده هو جمع ما بين بينجهام وما بين باور لو لما قال ايه خد الايه النهارده بتاعت باور لو اللي هو الباور لو اندكس ده لما خد العلاقه بينهم خد بتاعت ده وخد بتاعت ده فجمع بين الاثنين فبالتالي وقع في النص ما بين الرسمتين. وطبعا هو طبعا برضه عشان يقيس برضه يحسب هو كمان الان في الحاله بتاعته برضه له قوانين وده الان برضه بتساوي الكلام ده برضه والكي بتساوي الكلام ده طبعا برضه مش محفوظ خالص عليكم. وكده يبقى احنا كده خلصنا الريولوجيكال مودلز الاساسيه بتاعتنا. في حاجه معلومه صغيره جدا هو الريولوجيكال فلو بروفايل اللي احنا قلناه امبارح قلنا ممكن نسيبه لبكره اللي هو الرسمه بتاعت الفلويد شكل الفلويد ماشي ازاي لما قلنا كل ما نزود السرعه بتاعت الفلويد هيتغير شكل الفلويد. لما قلنا واحد رد حتى قال ساعتها قال هو يعني هنزود السرعه ازاي بتاعت الفلويد وقلنا له ان البامب هنزود البامب كل ما نزود سرعه البامب هيتغير الايه الفلويد فلو شكل الفلويد بروفايل يعني. فمن هنا دلوقتي ممكن حوالي ربع ساعه ونخلص. فلو اللي عايز يوقف لغايه عايز يصلي او عايز ماشي او اكمل براحتكم ومن هنا ما فيش حاجه بسيطه خالص يعني. خلاص احنا ممكن نكمل لو خلاص نكمل هو كده هتبقى رسمات بسيطه يعني معناها ان انا بس عايز اقول ده طب شكل الفلويد هيبقى ايه او الفلوريجين هيبقى ايه شكل الفلويد فين في الاماكن اللي هيمشي فيها. طبعا هيهمني طبعا جوه الدريل بايب وبره الدريل بايب لما يطلع. طبعا دي برده داخله معاك في الايه في الهيدروليكس. لا عايز اقيس بالهيدروليكس واحسب الهيدروليكس عايز اعرف انا فين الهول كليننج برده. طب وانهي بروفايل في دول انهي سرعه في دول هتوصلني للهول كليننج. طب وانا هعرفها ازاي هديك في الاخر خالص معادله تقول لك ان انت بالمعادله دي تقدر تعرف انت ماشي انهي نوع من انواع دي وحول من نوع لنوع ازاي. فالباترن او الريجيم بتاع الفلويد بتاعنا بنسميه باترن او ريجيم اللي هو شكل الفلو. طبعا احنا قلنا الريولوجي عامه يعني بتدرس الفلو ريجيم كنا بندرس الديفورميشن والفلو بتاع المطر صح يا شباب الديفورميشن والفلو. فاذا احنا برضه جوه الريولوجي زي ما احنا ما طلعناش بره ولا حاجه برضه. فدي دراسه الفلو بتاع الماتيريال بس انا هشوف شكلها ايه وهي ماشيه يعني هي او هتمشي بس وهي ماشيه كانت شكلها ايه شكلها ايه الفلورجين ده هو شكله ايه كان شكله عامل ازاي. فالاشكال ديت يا شباب منها نوفلو في حاله ما انا اكون ما بتحركش انا واقف ثابت خالص هيبقى شكله له شكل غير ما اقوم ازود البريشر سنه بتاع البامب ازود اخلي الادرينال فلويد يبدا يتحرك يعني هيبدا يديني حاجه اسمها بلاج فلو واشوف برضه شكله عامل ازاي. طب زودت سرعه اكتر يتحول لامينر زودته اكتر يتحول لتربلنت يعني دواميه دوامات. فهنشوف دلوقتي انهي نوع بقى من دول انا عايزه او ده بيبدا شكله عامل ازاي. ده في حاله ان انا ده كده انا واقف على فكره كده انت واقف خالص واقف اي حاجه بتعمل اي حاجه ان كده دلوقتي موست دريلنج فلويد يا جماعه ريزيست قلنا طبعا احنا دي زي ما قال بالظبط احنا بتريزيست ايه؟ ريزيست الفلو بتقاوم الحركه لغايه ما تطبق بريشر عليها اللي هو البامب يعني اللي هو اليلد بوينت معناها كده. يبقى انا كده عرفت دلوقتي ان انا لما اقول بريشر يعني اقول يلد بوينت يعني انا اقول يلد ستريس يعني او شير ستريس كل المصطلحات ده يا ريت يا جماعه يعني تكون يعني المته بيها شويه وبقيت الموقف يعني بقيت حاجه نورمال او حاجه عاديه بحيث لما تيجي تكمل او تيجي تقرا بعد كده الهيدروليكس او الهول كليننج زي ما احنا قلنا هتلاقي الحاجات دي قدامك فانت فاهمها لان من غير ما كان حد يشرحها لك ما كنتش هتعرف توصل لمعانيها بالظبط عشان تكونوا عارفين. فدلوقتي الفلو اصلا دلوقتي ثاني اقول ديت ان دلوقتي بقى شكله كده قد كده دي المصوره
دي الماسوره وده البير، وده الجزء اللي هو الحلقه اللي هو الانلس اللي ما بين الماسوره وبين البير بين الفورميشنز. يعني هتيجي تبص هتلاقي الوقت ده حلقه واقف، هتلاقي كل ده فلات ثابت كده، يعني كده ايه نوكلو. طب انا هبدا ازود البريشر، يعني اللي هو ايه هبدا ان انا ايه اللي هو الترو يند ستريس، هبدا احط الاند ستريس اللي هيكسر الترابط ما بين الجزيئات اللي هم بعضها ويبدا يحرق. هيقوم مديني ايه؟ هيبدا في الفلوستي بروفايل هتتحرك للبلاج، ماشي يا شباب؟ اللي هو البلاج فلو اللي هو زي ده كده، برضه دي الماسوره وبرضه ده الفورميشن، هتبدا تتحرك. بس ليه الرسمه دي؟ ليه الحته اللي نازله دي وليه الحته اللي نازله دي من هنا دي؟ ليه الفلويد واخد الشكل ده؟ ليه ما مشيش كله طلع مع بعضه؟ ما انا حركت الفلويد، ليه ما مشيش كله طلع مع بعضه مسطره مع بعضه ماشي، يعني يبقى ماشي خط مستقيم كله؟ ليه الحته اللي نازله دي؟ الادهيزف فورس الحته اللي نازله دي يا شباب اللي احنا قلنا في البدايه لما بدنا نشرح الادهيزف الفيسكوزيتي وقلنا، معلش انا السامع ولا الطول ايه؟ باشمهندس بقول لك دي الادهيزف فورس اللي حضرتك قلت عليها اللي هو التلامس، قوه التلامس بالظبط كده. اه لما احنا قلنا قبل كده في قوتين بيربطوا في السائل ده، واحنا قلنا دلوقتي الكلام بتاع الفيزياء ابدا بقى طبقه دلوقتي على الحاجه العامله بتاعتك في البريمه، يعني خد المعنى وابدا طبقه على اللي عندك. طبعا ده الفورميشن ده كده دلوقتي اهوت واقف ثابت اهوت، وده الماسوره، فبالتالي الجزء اللي هو هيبقى ملامس للجزء الثابت ثابت زيه، وتبدا تزيد السرعه كل ما تمشي بعيد عنه، وكل ما تمشي بعيد عنه شويه برده كل ما تمشي بعيد عنه، بس عشان السرعه لسه بطيئه فتلاقي جزء الفلات ده كبير قوي، فتلاقي ماشيه بسرعه ايه ماشيه كده الجزء ده بس اللي عمل كده. طب لو انا زودت شويه السرعه شويه هيبدا تيجي تبص هتلاقي السرعه هذه الجزء الفلات ده يقل، الفلات ده هيبقى يقل شويه، وتلاقي برضه نفس الكلام السرعه بدات تاخد كيرف اكبر وهكذا، وده بنسميه اللي هو اللامينار فلو، ده مع زياده الفلو برضه ريت. وقلنا هنزود الفلو ريت بايه؟ بالبام، عشان انتوا عارفين البامب لها بكره موجوده عند الحفار، يلف البكره ديت يزود السرعه دي او يقللها زي ما احنا عايزين. فطبعا ده كده هتيجي تبص هتلاقي بيقول لك ان في انفلونس اللاير وزن ذا فلويد اند ريديوس الايه السايز اوف ذا بلاج، الجزء اللي هو البلاج اللي كان عريض ده وده هيقل السايز بتاعه، هيقل الحجم بتاعه ان ذا سنتر اوف فلويد. طب دلوقتي لو انا الفلوستي بروفايل از فلات اكروس ذا بلاج ذات ذا هايست اللي هو هتبقى طبعا اعلى قيمه للفلوستي هنا في النص، وطبعا هتقل كل ما تروح للمكان اللي هو الايه الثابت زي ما احنا قلنا عايز نقول الحته ديت هنا، يعني اول ما توصل لزيرو في المكان ده زودت الفلوريد اكتر، اتحرك طلع من عند لامينار فلو بقى الشكل بقى عامل زي ما يكون يعني ايه عامل زي اللي هو القطع المكافئ كده، بقى عامل زي الكيرب كده، ده مش كده السرعه اللي في النص ده زادت اكتر زادت قوي، فضيعت الشكل الفلو اللي كان اللي هو الفلات اللي كان هنا، وبدا ينزل برده مستقيم بالتنازلي لغايه الماسوره، وبرده هنا تنازلي هنا طبعا دي مع السرعه، فهنا في الوسط هتلاقي في النقطه المنتصف يعني هيبقى سريع جدا في الحته دي. اقول فلويد اكروس البايب والانرز ويل بي موفينج ان ذا دايركشن اوف فلو بات ويز ديفرنت فلوستيز، يعني زي اللي بيقول عايز يقول لك ان الفلوستي هنا جوه الدير البايب مختلفه عن الايه عن اللي بره الايه في الانرز. طب لو زودت السرعه اكتر شكل الطبقات اللي انت شفتها هيختلف، هتلاقي كله بقى ايه بيتقلب بشكل دوامي، شكل دوامي اللي هو بنسميه تربلنت. تربلنت يعني حاجه متعكره، يعني كانك انت السرعه بقت زادت جدا، وده طبعا مش مرغوب فيه نهائي جوه مش مرغوب بنهائي في الجزء اللي هو الحلقه ده او الانرس، لان ده ممكن يعمل هو ده بقى اللي يعمل كروجن، يعمل اروجن او تاكل في الفورميشن هنا، ويبدا يعمل لك حاجه اسمها شوت، يعني تيجي هنا تلاقي الحته ديت قامت واسعه قوي هنا في المكان ده كده، فتبدا السرعه فتقل، سرعه الفلويد لما يجي يتحرك من مكان ضيق لمكان واسع مره واحده، زي فكره الخرطوم بتاع الميه كده، لو انت بترش ميه كده وضيقت جزء الخرطوم من قدام هتلاقي السرعه تزيد، ولو شلت ايدك هتلاقي السرعه قلت بتاعت الخرطوم بتاعت الميه، فبالتالي نفس الكلام لو هنا جت هنا السرعه الوش اوت هنا بقى واسع هتلاقي السرعه هنا تقل، طب لو السرعه قلت القطن دي هتقوم نازله هتقوم واقعه منك، كده في عندك باد هول كلينج، فانت ودي بنسميها اللي احنا قلنا عليها امبارح هول انستابيليتي، يعني اي مشاكل في الهول بنسميها عدم استقراريه بكده الدير مش مستقر بسببك انت وبسبب انك انت ما حددتش نوع الفلويد اللي هنا بزياده الايه الفلوريت. طب انا دلوقتي لو انا بنشوف بقول لك بقى الفلويد هيقارن بقى اعمل ايه مقارنه بسيطه جدا، طب بقول لك الفلويد دي ستيجز
هاف سيفرال ديفرنت امبليكيشن اللي هو الايه يعني في تاثيرات لها يعني او رد فعل لها. البامب ريكوايرد تو بامب الفلويد عشان انتربلنت فلو بيكون اعلى طبعا من البامب اللازم للبريشر اللازم عشان البريشر لازم لانك انت تزق الفلويد يمشي تربلنت هيكون اعلى طبعا من البامب من البريشر اللازم عشان تخليه لامينر. ده شيء طبيعي يعني احنا لان احنا قلنا شكل من شكل بيتغير بزياده الايه بزياده البريشر. وانس بقى الفلو استربلنت هيكون لو وقت ما توصل للحاله التربلنت اللي هي الدواميه اللي انا قلت لك عليها مش عايزين نوصل لها ديت increasing the flow rate increase circulating pressure geometrically البريشر ده طبعا هيزيد هو كمان فعلى البايودر الايه والاول انرس وير دبلنج لما تزود لو كل ما تزود الفلو ريت ده يا جماعه بقول لك كل ما تزود البريشر كل ما تزود الفلو ريت هيزود البريشر بتاعك باي افاكتور اللي هو كانك بتضاعف تضربه بنفسه بتضربه بنفسه يعني بقى كده 2 في 2 في 4 increasing the flow rate اللي هو السرعه بتاعتك ثلاث مرات هتلاقي البريشر ده يتضرب ثلاث مرات في نفسه فبالتالي البريشر ده بيزيد جدا. طبعا زياده البريشر دي مش مطلوبه نهائي لان انا بقول لك ممكن توصل لمرحله انك ممكن تكسر الفورميشن فبالتالي انك انت ما توصلش للتربلنت ده خالص المفروض ان انت ما توصلش للتربلنت. وهنقول دلوقتي ما نوصلوش ازاي اخر السلايد اللي جاي اللي بعد اللي جاي على طول هنقول ازاي ما نوصلوش. هو الدريلنج بقى وانت بتحفر يا جماعه الدريل سترنج ده اولموست بيكون تقريبا دايما يعني في التربلنت فلو طبعا جوه الدريل بايب انت جوه الماسوره تربلنت لان بيكون في ليه لان السرعه اعلى ما يمكن جوه الايه الماسوره زي ما احنا قلنا. ده تخرج بره بيبقى طبعا انت دخلت خرجت الدايمتر اوسع زي ما قلنا فكره الخرطوم بتاع المايوتي خرجت الحاجه اوسع شويه فبتلاقي السرعه دي دروب فبتلاقي نفسك اتنقلت من اللامينر من التربلنت للامينر لامينر فلو لان السرعه قلت. وطبعا كنا قلنا قبل كده قلنا خد بالك كويس جدا من الاي سي دي لما قلنا ان الروج مهمه جدا يا جماعه في حساب الاي سي اللي هو الايكوفالنت سيركيوليتنج دنسيتي انك انت لو زودت البريشر اعلى هيزود طبعا قيمه الاي سي دي يعني الاي سي دي طبعا هو الدنسيتي اثناء الحركه فبالتالي ممكن توصل للفراكشر جريديانت اللي هو ايه كسر الفورميشن ممكن تكسره وتعمل تاخد كومبليت لوس ودخلت تبقى دخلت في دوامه ثانيه نهائي. التربلنت فلو في الانرس يا جماعه بيكون اسوشيتد وزهول ايروجن وزي ما قلنا اللي هو التاكل او لوش اوت او لوش اوت بتاع الايه فورميشن بيوسع الايه بيوسع الفورميشن زياده. انسبتبل زون الزونز اللي هو السبتبل الهول ويل ايرود طبعا هياكل فيها اكتر في فورميشن حساسه السبتبل يعني حساسه او اللي هو تبقى فيها مش هارد قوي ممكن يعني ايرود ياكل فيها اكتر ويوسع الدايمتر بتاع اللي انت بتفكر بيه بدل ما كان يبقى مثلا 12 ربع يبقى 13 وحاجه فطبعا دي مشكله كبيره جدا. وطبعا بالنسبه لل عشان اعرف بقى دلوقتي انا فين او انهي نوع من الانواع ديت انا شغال فيه هل انا في البلانج ولا هل انا في التربلنت ولا في اللامينر انهي نوع في حاجه اسمها رينولدز نمبر كالكوليشن بتقيس البتاع داخل دي طبعا في عوامل الطفله في طبعا عندك الدي هو الهيدروليك دايمتر الدايمتر اللي انت بتقيس فيه لو كان جوه الدريل بايب يبقى 5 انش دريل بايب انت جوه الماسوره تاخد الدايمتر بتاع الماسوره انت هتقيس فيها عايز تحط عايز تقيس جوه الانرس يبقى تاخد الدايمتر بتاع الهول وتطرح منه الدايمتر بتاع الماسوره عشان تحسب المسافه اللي ما بين الماسوره وبين الفورميشن تاخد الدايمتر اللي انت هتقيس فيه تضربه طبعا في 928 ده الاول وفي الفيلوستي بتاعت الفلويد الفيلوستي طبعا سهل تجيبها برضه من على البريمه وعندك الدي ام اللي هو الدنسيتي خد بالك برضه الدنسيتي بالدي بي جي زي ما احنا قلنا امبارح لو انت عندك الدنسيتي موجوده عندك معروفه ان هي بالاس جي اللي هي مثلا 1.5 1.8 لازم تضربها في 8.334 اللي هي الدنسيتي بتاعت الميه عشان تحولها لبي بي جي تحط الدنسيتي على الفيسكوست بتاعت الايه بتاعتك بتاعت الطفله هيدي لك قيمه رقم الرقم ده يا جماعه الرقم ده لو كان اكتر من 2000 على طول لان هو اسمه هنا 3 اللي احنا ممكن نستعين عند كله برقم 2100 وخلاص لو كان اقل من 2100 يبقى لامينر اعلى من ال 2100 يبقى انت دخلت في التربلنت ويبقى انت كده لازم تبدا لو انت لقيت نفسك في التربلنت جوه الانرس يبقى لازم بسرعه تقوم راجع بسرعه قايس الايه الرقم ده تاني وتبدا تشوف البارامتر اللي داخله فيه زي الفيسكوس تقللها مش عارف البروس تزودها تشوف العب في البارامتر دي كلها لغايه ما تدخل نفسك تاني شوف انا اعرف ادخل نفسي تاني ازاي جوه الايه التربلنت اللي انا عاوزها وكده يا جماعه كده خلاص لان كده انت خدت كده خلاص الريولوجي عامه بعد ما كنت فهمت الكونسبت دي كلها وعندك في سوفت وير او سبريد شيت او اكسل شيت عندك فيها الكالكوليشن او المعادلات اللي عدت دي كلها
دي بتمكنك انك تعمل بقى هيدروليكس، حاجه بيسموها هيدروليكس اوبتمايزيشن، يعني معناها تظبيط، اوبتمايزيشن يعني تظبيط. بتاخد الفاسيلتي بتاعتك الاكوبمنت الريج بامب، البامب بتاعت الريج ديت، البامب دي الكفاءه بتاعتها قد ايه، تبدا تقيس على اساسها البارامتر بتاعتك والفلويد بتاعتك بيشتغل ازاي ويمشي ازاي، وتحطها في الكالكوليشن دي، ومنها كمان تدي لك كمان الهول كليننج بتاعك اللي انت شغال بيه. وكده يبقى احنا كده خلصنا الرول يا جماعه، وريت يكون بس الموضوع وصل زي ما احنا نتمنى يعني. بشكر كده لحضرتك يا باشمهندس. نظرا بس لان مفيش اسئله على الشات، فلو حد عنده اي سؤال ممكن يعمل اون ميوت ويسال. يا باشمهندس حضرتك قلت في الشير ريت ان هي الفلوس ما بين تولر في الفلويد والديستنس ما بين طبقتين من السائل، المسافه السرعه بتاعتهم على المسافه اللي بينهم. بس طبعا احنا بنقول ان المعادلات دي مش ما تدخلش فيها قوي، المعادلات ما تتعجبش يعني، بس انت تبقى فاهم معناها ايه، ان هي سرعه الطبقتين على المسافه اللي بينهم. المسافه اللي بينهم اللي هي الطوليه، ولا المسافه اللي هي مثلا الطبقه الاولى قطعت مسافه كذا والثانيه قطعت مسافه كذا؟ لا 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 الفيرتيكال، الطبقتين دول الطبقتين دول هوريزونتال، المسافه اللي بينهم بقى فيرتيكال، الفاصله اللي بينهم الاثنين. تمام جميل. واخر حاجه حضرتك شرحتها اللي هي اللامينر والتربولنت، هي انا دي انا بقيسها من المعادله اللي قلت لي عليها، هو انسب حاجه ان انا ابقى ماشي لا من الصح في البير؟ لا احنا قلنا يا شباب، احنا قلنا طبعا دي هيتوقف عليها الفلوريت انت شغال بيه، فبما انك انت جوه الدريل بايب سرعه كبيره جدا، احنا قلنا اكبر مكان في سرعه في الفلوريتين في جوه الدريل بايب وعند الدقائق، فدول هيكونوا تربلنت غصب عنك، دول ما نقدرش نختار، لازم يكون تربلنت. اما بره لما تطلع بره في الفورميشن اللي انت هتطلع هتبقى كده بينها وبين الفورميشن كده احتكاك كده دلوقتي اللي هي الامن الوسط، انا عايزها في المكان ده لامينار. تمام. لو هي تربلنت في المكان ده، لا عدل بقى المعادله بتاعه رينولدز نمبر اللي قلت لك عليه ده، لازم تغير في البارامتر دي ترجعها تاني تبقى تربلنت، تبقى لامينار. تمام. طب يا باشمهندس حضرتك قلت ان الشير ستريس جاي من البامب صح؟ هو البامب بريشر، احنا قلنا عايزين نترجمه مع بعض ان هو البامب بريشر. هو البريشر بتاع البامب. تمام. ازاي هو مش المفروض يكون البامب بريشر مع الروتيشن بتاع الدقيق نفسه؟ لا علاقه ده بده ايه؟ لا طبعا لا الروتيشن برضه لما الدائره بتحرك دي معناه البامب بريشر دي معناه السرعه اللي انت هتمشي بيها تطلع عايزها تبقى سرعه كام، يعني انت عايز تضخها بسرعه كام، فدي مالهاش علاقه باللفه بتاع الماسوره او الدقائق، دي مالهاش علاقه بدي خالص. انت يعني حاجه، في حاجه اسمها ار بي ام اللي هو روتيتنج برمنت، دي المواسير على فكره، انت عايز تلففها ولا عايز تثبتها ولا عايز تمشيها بسرعه متوسطه، دي حاجه ثانيه، دي حاجه عند الدقه خالص، دي حاجه عند الحفار اصدره، هو اللي عند الحفار اللي بيظبطها لوحده. ولكن سرعه الططله تمشي بسرعه قد ايه، ده البشر بتاع البامب ده اللي بكره لوحده، ده بتبتدي ده ملوش علاقه بسرعه الدقائق. لا شكرا باشمهندس. لو معاك تسال اسئله ممكن نسال سؤال ثاني. اتفضل يا سيدي. كان باشمهندس كان في حادثه حصلت تقريبا في سنه 2010 تقريبا او 2012 مش متذكر. كانت في شركه بي بي في موقع كان اسمه ديب ووتر هورايزن، حتى هم كانوا عاملين عليه فيلم. تمام. الفكره يا باشمهندس ان كان شركه بي بي هي اللي ماسكه الموقع، وكانت في شركه ثاني اللي هي شركه الحفر بقى اللي هو هي المسؤوله عن الحفر، فكان شركه الحفر دي كانت شركه امريكيه، كانت بتقول ان كان في عمل مفروض اسمنت تحت كان المفروض ان هو يخلص وكده وبتاع، وكان شركه ترميش لامبرجير هي اللي جايه تعمل عمل الاسمنت ده. المهم ان هم مشوهم عشان التكاليف وكده وما خلوهمش يكملوا الشغل بتاعهم، ده اللي هي شركه بي بي عشان توفر الفلوس وكده. فالفكره ان كان المهندس اللي كان واقف على البريمه كان بيقول ان في ضغط وبريشر عالي، وكان المهندس بتاع شركه البي بي كان بيقول ان لو في ضغط عالي او في اللي هي الكيك الجاز كيك دي كان طلع مط لفوق في الانتراكس اللي هو الفورميشن فلويد دخل جوه البير يعني. تمام. بالظبط. انا اتفرجت على الفيلم بس انا مش فاهم الحته دي، ان هو المفروض كان كان فعلا في جاز بريشر وكان عمل كيك، بس ما كانش في مط طالع خالص على الريك فلور.
انت عايز تعرف، انت عايز تعرف كان في انفجار تم ليه مثلا او كده صح، ولا انت عايز تعرف ليه المض ليه المض المفروض لما يبقى فيه هو المفروض عامه يبقى فيه اللي هي الكيك بتاعه الجاز دي بيطلع المض فوق، ساعتها ما طلعش المض فوق وده اللي خلاهم يكملوا وكان دي سبب الحادثه. خد بالك ان الغاز ممكن يعمل تشانلنج كده زي قناه يعني قناه ويمشي فيها جوه الفلويد على فكره، مش لازم يطرد لك الفلويد اللي موجود كله على فكره، ممكن يمشي جواه. يعني انت عندك مثلا اول بزمض، الاول بزمض لو انت بتحفر بول بزمض بيدوب فيه على فكره، الجاز بيدوب فيه تمام. الجاز بيدوب لان هو من نوع من نفس النوع يعني اويل زيه وزي الجاز، فالاثنين نفس الانواع فبيدوب فيه، فممكن يعمل تشانلنج فيه ويطلع غاز بس. فممكن يعني يقول لك مثلا لا ما تعبرش. انا على فكره دي حادثه، انا لما انت حكيت حته الاسمنت بالذات انا افتكرت يعني هم خدوا فعلا كيك في الاول فما اهتمش لان في غاز بيطلع معاه كتير، قال لك لا ما تهتمش وكمل عادي جدا. الغاز ده مع الميتال اللي هو بيصطدم بيه فوق عمل شرر، بدايه الشرر ده قام عامل انفجار على طول مره واحده.